اليوم راح يكون معنا الكابتن المحاضر الخبير في كرة الطائرة الكابتن سمير تنحريني، وهو يعني من دولة شقيقة وصديقة وعزيزة علينا الجزائر، اللي هي توأم فلسطين واللي يعني بتحمل القضية الفلسطينية. ومنساش الفيديو اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي اللي سألوا فيه الجزائريين لو كنت مش جزائري شو بتختار الجنسية تبعك، كان الإجراء من اختيار الجنسية الفلسطينية. فقديما وتاريخيا وحاضرا ومستقبلا راح تكون الجزائر توأم فلسطين حاملة للقضية الفلسطينية. فبنرحب جميعنا في الكابتن سمير اللي اليوم يعني راح يكون ضيف علينا وضيف عزيز ونستفيد من خبراته. واليوم راح تكون محاضرتنا في الإعداد المهاري في لعبة كرة الطائرة، النوع الثاني من أنواع الإعداد. طبعا الإعداد الشامل للاعب بيبدأ في الإعداد البدني والإعداد الخططي المهاري والإعداد الخططي والإعداد النفسي والإعداد المعرفي. فاليوم راح يكون موضوعنا في الإعداد المهاري وكيفية إعداد اللاعبين مهارية من أجل الوصول للإعداد الأخير اللي هو الإعداد الخططي. تفضل كابتن سمير. وعندنا طبعا نرحب في الأخت سجا اللي راح تكون هي تساعدنا في الترجمة اليوم، لأن في بعض الكلمات وبعض الجمل راح تكون باللغة الفرنسية. فعندنا طالبة متميزة من جامعة بير زيت، سجا راح تكون يعني هي اللي راح تكون بالترجمة. سجا الميكروفون شغال عندك ولا مش شغال؟ سجا؟ اه دكتور، لا لا بس انت كنت كاتبني. تسجل تسجل جميعا. معلش، مساء الخير لكم جميعا. كابتن اهلا وسهلا فيك، المايك معك واحنا جميعا بنستنى نستفيد من خبرتك. تفضل كابتن. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السلام عليكم، والله ده شرف كبير لنا نكون معكم. راك قلتها باللي احنا الجزائريين والفلسطينيين رانا اخوه، والله العظيم قضيتكم في قلبنا، نكونوا في 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 كوكب اخر والله نتكلم على فلسطين، والله العظيم هذا ما نزيد فيه. الجزائري لما تقول له فلسطيني ما يفكر ثاني. والله هذا شرف لي نكون معكم، ان شاء الله نكون وان شاء الله نكونوا في حسن في حسن ظن الجميع. اليوم نكون مع محاضرة اللي تتكلم على الأداء المهاري باللغة الفرنسية، دونك سي لي كاليتي موتريس تكنيك. الأستاذة سجا بإذن الله تشاركينا في الترجمة. كما قلت لكم كاين أصدقاء اللي بعثت لهم أنا الدعوة باش يكونوا معنا إن شاء الله ويقدروا يعني يساعدونا في الترجمة. هما جزائريين ويتكلموا لغة عربية وفرنسية ويقدروا يعني يساعدونا في المصطلحات التقنية. من بينهم نشوف اللي عندي الأخ عبد الكريم دحلوح، يكون معنا الأخ علاء تقية من الجزائر، وكذلك يكونوا آخرين بإذن الله معنا إن شاء الله. ومرة أخرى بنرحب بالضيوف الكرام. نقدر نبدأ بالبارتاج سكرين؟ ألو، قولوا لي لا راكم تشوفوا ولا مازال؟ اوكي باز انكور نو وي باز انكور وي وي maintenant oui سي بون وي سي بون اوكي سوبر. ألو سي بارتي، جو فار سا. جيب لك كرسي. انا درت ما بالش الى هو اللوجو تاع جامعه بير زيت. الاستاذ راني بعثوا لي ما غلط، هذا هو اللوجو. على بسم الله. دونك المحاضره اليوم هي اعداد المهاري في كره الطائره. نقدم نفسي، دونك سمير تبحريتي، جزائري مقيم بفرنسا، مدرب كرة طائرة في فرنسا، ومتحصل على شهادة تقني سامي في الرياضة ومستشار في الرياضة في الجزائر، دونك في كرة الطائرة. ورحت لفرنسا في 2009 وحضرت ماستر في النشاطات الرياضية المكيفة، وحصلت على شهادة
لشهاده باش نقدر ندرب شهاده التدريب وسي في فرنسا. هي شهادات تكون عندك شهاده الدوله وشهاده الاتحاديات باش تقدر تدرب في فرنسا. وراني في 11 سنه في فرنسا في التدريب. دونك الاعداد المهاري في كره الطائره سوف نتكلم على 4 مراحل. المرحله الاولى دونك من الاسفل للاعلى، عندنا مرحله الاكتشاف، عندنا مرحله الدخول في اللعبه، ان شاء الله نكون لقيت المصطلح، وهي الانيسياسيون. لا ديكوفيرت هي الاكتشاف، الانيسياسيون هي الدخول في اللعبه، لابرونتيساج دونك هي التعلم، تعلم الكره الطائره، والمرحله الاخيره هي الاتقان والتحسين ولا التطوير دونك لو بيرفيكسيون. هذه امثله كما نقولوا حنايا فلسفه كره الطائره. كما تعرفوا الكره الطائره هي رياضه مش كما ما هي مثل الرياضات الاخرى. الخاصيه في رياضه كره الطائره اللاعب يلعب بالكره، ولكن الكره ما تغاد دقائق ولا ثواني معدوده في يده، يلمس الكره والكره تمشي. يقدر يمسك الكره في شرط في 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 حاله واحده، وهي عند الارسال. يحكم الكره في يده ويستنى اشاره الحكم. ولو نشوفوا باللي في كره الطائره، دونك الكره الطائره معقده في تعلمها الفني. هي مخططات حركيه جديده، دونك سي لي شيما موتور دون كما نقولوا حنايا في الجسم الانسان، عنده في كما نقولوا حنايا الخاصيات الذهنيه والبسيكولوجيه ما تسمحلوش يلعب كره طائره من اليوم الاول. هي صعيبه كما نقولوا حنايا، هي حركات غير عاديه في الحياه اليوميه. نعطيكم مثال تكلمت عليهم شحال من مره. هذا لا تكنيك بالفرنسيه نسموها لا مونشيت. هي عندما كما نقولوا حنايا في الارسال عندنا الاستقبال نتاع نديروا لا مونشيت. هاد لا مونشيت هاد كما نقولوا حنا هاد الحركه ما نقدروش ما نديروهاش في يوم في 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 الحياه اليوميه. لهذا لما يكون عندك طفل وتقول له دير لي حركه باش دير استقبال الكره، تجي شويه صعيبه في الناحيه الذهنيه، ماهوش متكون باش يقدر يديرها من اليوم الاول. عليه نقولوا حنايا حركات غير عاديه في الحياه اليوميه في الكره للاعب جديد في كره الطائره. وعندنا وسي لو كومبلكس، الاعضاء العلويه والسفليه. لما تلعب كره الطائره كاين كما نقولوا بالانجليزيه كوردينيشن ما بين الاعضاء السفلى والعليا. لازم يكون عندك هاد لا كوردينيشن، ولا هاد كما نقولوا حنايا بالعربيه لا تقدر تعاونيني استاذه لا كوردينيشن استاذه سجا كوردينيشن ولا لا كوردينيشن بالعربيه سموها توافق لما نشغل وي التوافق بين الفريقين. بارك الله فيك. دونك التوافق بين الاعلى الاعضاء العلويه والاعضاء السفليه ولا بارك الله فيك. هذا مشكل كبير. دونك بعدين نتكلموا عليه ونشوفوا انا المدربين في كره الطائره يلقاو هذه الصعوبات لما يعلموا اللاعبين، يلقاو صعوبات كثيره عند اللاعبين لانه هذا المشكل اللي ما عندهمش توافق ما بين الاعضاء السفلى والعلوية. وانا تكلمت عليها ثاني النقطه الرابعه وهي الاتصال قصير مع الكره. الكره دونك سي كونتاكت بريف افيك لو بالون، الكره ما تقعدش في يد اللاعب. لهذا مشكل كبير دونك لازم عليها نقول الكره الطائره معقده في تعلمها الفني. وهذا من هذا وجهه رايي ونظن بلي كثير من المدربين يشاركوني هذا. المبدا في كره الطائره عند كل مدرب لما الى كما نقولوا حنايا بالجزائريه، الى تبغي ولا الى تحب اللاعب تاعك يكون عنده ولا كما نقولوا حنا يكون فرحان في اللعبه، لازم تصطحبه الى اعلى مستوى رياضي له وليس اعلى مستوى رياضي فقط. يقدر يكون هو كما كما نقولوا حنا ما باليش في فرقتين اللي عندكم مستويات في البطولات
يقدر يحقق لمستوى واحد، يقدر يكون مستوى واحد هذا هو مستوى تاعه ويكون فرحان به ويكون، والمهم دار كرة الطائرة ولحق المستوى تاعه يكون فرحان، وانت كمدرب تكون فرحان معه. يقدر يحقق مستوى اثنين، يقدر يحقق مستوى ثلاثة، يقدر يحقق المنتخب الوطني. على نقولوا لازم تصطحبوا الى اعلى مستوى رياضي له. دونك سي نقولوا احنا امي لو جوار سون بلو نيفو سبورتيف. النقطة الثانية، الاستعداد لمستقبله وليس فقط أدائه الحالي. واش معناها؟ الكثير من المدربين لما تكون عندهم لاعبة صغار واش يقول؟ يقول انا هذا اللاعب تاعي لازم اخر السنة لازم نكون معاهم ابطال ويكونوا نتحصلوا على البطوله. ولكن هادو تلاميذ، هادو كما نقولوا حنايا لاعبين صغار، يكون عاده كيبداو كما نقولوا حنايا الكره الطائره، يعني مبتدئين. هذا مبتدئين بارك الله فيك. هذا كما نقولوا حنايا لازم المدرب يعطيه اهميه. il faut toujours préparer le futur du joueur. Donc et كما نقولوا حنايا كما نقولوا نوجدوا ولا نهيئوا للمستوى، نهيئوا مستقبل اللاعب في المستقبل البعيد وليس المستقبل القريب. نعم. ومع النقطة الأخيرة اللي تلخص كل واش قلنا، وهي نهيئوا مواطن الغد. باسكو الرياضي وقتاش ينجح؟ ينجح الرياضي ما ينجحش غير في الرياضة تاعو بصفة خاصة. بصفة خاصة رياضي كرة الطائرة. ينجح يوم ينجح في رياضته، يوم ينجح في يكون مواطن صالح في وطنه. هذه لازم مدرب، لا خاطرش حياتي نقول حنايا المدرب قبل ما يكون مدرب هو مربي ايديوكاتور. دونك لازم نحضروا اللاعب للمستقبل البعيد. الو راني درج تكلمت على هذا الباوربوينت في المحاضره اللي فاتت مع الاكاديميه البريطانيه على الاعمار التي لازم ناخذها بعين الاعتبار. عند كاين العمر الزمني، معناتها اللاعب من اليوم ولد حتى اليوم اللي راه يلعب فيه الكره الطائره عنده العمر البيولوجي تاعو. العمر البيولوجي كما تعرفوا العمر الزمني لا يختلف. انا زايد في 1990 ولا 1900 ولا 2001 العمر الزمني تاعي ما يتغير بمرور الزمن، الوقت ما يتغير. العمر البيولوجي هذا يكون متغير من لاعب لاخر. هذا العمر البيولوجي ساعدنا كثير في الانتقاء والتخصص في هذا الكلمه اللي هم بعدا. وعندنا سن التدريب زد بين قوسين دونك بجديه. تقدر تتدرب حياتك وانت تتدرب، يجي شخص اخر يبدا التدريب 3-4 سنوات بعدك، لا هو يكون يتدرب بجديه وانت تتدرب عاش تتدرب يتجاوزك في المستوى. وهذه لا محاله لنا، نقول هذه قاعده منطقيه. وكما راكم تشوفوا دونك الاهرامات اللي راهم معنا من الاسفل الى الاعلى. كل ما تكون قاعده كبيره تاع الهرم كل ما البيرفورمانس تكون كبيره. واش معناتها؟ معناتها لما يكون عندنا الاطفال الصغار يبداو كره الطائره، وهذه في مرحله الديكوفيرت ولا كيما نقولوا حنايا هناك باللغه العربيه دونك لا ديكوفيرت سي الاكتشاف في كره الطائره. لما يكون عندك بزاف ولا كثير من اللاعبين في هذه المرحله في ديكوفيرت، بعد ينتقلوا لمرحله الدخول في اللعبه، يتعرفوا على لعبه كره الطائره منطقيا ينقصوا، عاود يدخلوا في مرحله الابرونتيساج ولا التعلم يزيدوا ينقصوا. المهم في اخر مرحله وهي مرحله تحسين ولا تطور يكون عندك اكثر. وتشوفوا باللي دونك الهرم الكبير يكون عندك اكثر لاعبين في التحسين وفي التول وفي التطور من الهرم الصغير. استاذه ما ادريش اذا راني كنت نتكلم يقدروا الناس يتفهمني ولا
كما قلت لك راهي بالفرنسية والعربية والسداسجة. نعم كابتن. هل أني مفهوم و نقدر نكمل؟ أوكي. النهج التطوري، هل نتكلم كما نقولوا على كما نقولوا احنا دي جينيراليتي عموميات ومن بعد نطرقوا للتخصص. الطفل يبدا دونك طفل وكوا هذه كما نقولوا احنا بيئه داخليه سي سكون ابل اون فرونسي سي دونك لافيرونمون انترنسيك. دونك الطفل عنده الكره وانا نعرف الطفل ما يكون صغير يكون اناني الكره لازم تكون كما نقولوا هنايا لازم تكون تاعو هو اللي وحده. بعد هذا الطفل هذا ينتقل الى مرحله اخرى وهي يسموها الطفل والفضاء المحيطي. دونك هذه البيئه الحقيقيه، هذه الفضاء المحيطي واش معناتها؟ معناتها يكون هو الكره والملعب اللي يكون فيه ويبقى توجور هو كما نقولوا مازال مع في هذا الانفيرونمون تاعو كما نقولوا احنا في هذه البيئه تاعو. المرحله الاخيره اللي هي المرحله جد مهمه وهي الطفل يكون مع الشريك تاعو اللي يلعب معاه في نفس الفريق ويكون هناك خصم. هذه البيئه الاجتماعيه دونك لونفيرونمون سوسيال. هذه المرحله هي المرحله اللي تقدم لنا ولا اللي تبين لنا بلي هذا الطفل راه يلعب في كره طائره ولا 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 اي رياضه جماعيه. ومن بعد في الخوف دونك وخاصه في كره الطائره دونك السطر اللي تحته التغييرات الطفل في النشاط. دونك في انا لا نتكلم على الكره الطائره. لما تشوفوا نقدر نعرف باللي جميع المدربين يشاطروني راي، لما الطفل يبدا كره الطائره لما تعطيه كره ولا تقول له العب ضد خصم اخر يحكم الكرة ويبعث الكرة للخصم ما يعرفش يلعب مع الآخرين. هذه كما نقولوا احنا يا منطقي. بعدها يبدا يتعلم شويه يولي يحكم الكرة دوك المرحلة الثانية ويلعب على محور. واش معناتها محور؟ معناتها يلعب يحكم الكرة ويرمي الكرة إلى صديق، هذاك الصديق هو يرمي الكرة للخصم واللي يرمي لكن لا ينتظر عودة الكرة. والمرحلة الأخيرة وهي المرحلة لو لعبت ثلاث لمسات ولكن نقولوا حنايا لا نوسيون دي تخوا باس بالفرنسيه ولا بالفرنسيه هي كما نقولوا حنايا لو كوليكتيف الجماعي اللعب الجماعي ليسبري كوليكتيف. دونك نقولوا حنايا اللعب الجماعي. بارك الله. هذه هي النقطه الاخيره، هذه خاصه بكره الطائره. حنتكلم على ربع مراحل بس كابتن سمير. نعم ممكن انت مستغرب من الطلاب ما بيحكوا لانه عامل لهم ميوت ف يعني ما تستنى ردة فعل. نعم كما اذا اذا الى الى تحبون الى تريدون ان اكمل ومن بعد يكون نفتح المجال ممكن ابخي وي الاخوه الطلباتي ولا تحبوا ثاني ما احنا خلينا نعطي اسئله في نهايه الحلقه. انت بتقدم بالضبط اخر شيء لان في كثير بلاش كل واحد يدخل يخلص الشيء. داك اوكي الو نكمل كمل تفضل. بارك الله. هنا هي عندنا ربع مراحل، عندنا نقطه مرحله 3 4 سنوات، عندنا مرحله 5 6 سنوات حتى المرحله 9 10 سنه. المرحله الاولى وهي دونك بيبي موفمنت. هذا البيبي موفمنت دونك هي كما نقولوا حنا التطور البسيكو ولا البسيكو حركي البسيكولوجي للطفل. هنا نديروا كما نقولوا حنايا دي باركور كومبلي ادابتي اللي هي الحركه التطور الحركي النفسي ولي باركور ادابتي. دونك سي كما نقولوا حنايا دي باركور السباق المهم كاين بعد هذا نوريكم فيديو ونفهم وين كاين الباركور وبالك نفهم باركور اللي هي النفس بالصوره اللي هي دوره اللعب او يعني نفس اللعب. هي لما نقوم بوضع الكثير من اللعب والاطفال يقومون بالنط والجري مع الكره
الساحة يعني ساحة اللعب معقول. لكن هي كما ساحة وفيها كثير من المناطق وفيها نقول احنا لعب. نقول بعد نوريها لكم بإذن الله من بعد. عندنا دونك سبور، دونك سبور اند موفمنت، ولكن نقول احنا هي البداية في العديد من الرياضات، الالتيميت، الرياضات الجماعية، الرياضات مع الرياضات تاع الراكت مثل التنس والكرة الطاولة. عندك من 7 ل 8 سنوات، دونك هنايا عندنا كما نقولوا حنا بدء هنا، ونبداو نتكلموا على الكرة الطائرة في السن السابعة. هنا يسموها هذه الفترة يسموها اسمها دونك غران دو فولير. غران دو فولير ما معناتها معناتها بدرة لاعب كرة الطائرة، معناتها هنايا نغرسوا في الطفل باش يولي لاعب كرة طائرة في المستقبل. وهي كما نقولوا حنا اللي كاتبها بالفرنسية هي لي بروميي با اون فولي بول، وهي الخطوات الاولى في كرة الطائرة للاعب، وتكون دائما على حسب العاب بالكرة الطائرة بالكرة، يكتشفوا تقنيات قاعدية لكرة الطائرة، ما فيها خوصصة، ما فيها كلمات معقدة، الطفل يلعب كرة طائرة ولا كما نقولوا حنايا وبس. ما نتكلموا على الخاصيات. والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الكتاكيت، فوالا دونك بالعربية اسمها الكتاكيت، سي دي بوسا، يكونوا كما نقولوا هنايا وين في المرحلة دونك في سن التاسعة، وين لاعب كرة الطائرة يبدأ يكتشف المباريات ولا نقول هنايا المقابلات في كره الطائره، لا كومبيتيشن ولا اون انجلي اون دي كومبيتيشن. اي وهنا يمكن نبداو نتعلموا شي دوك التقنيات القاعده في كره الطائره. نبداو دونك بالمرحله الاولى وهي الاكتشاف، لا ديكوفيرت. عندنا الطابع النفسي الاجتماعي للطفل، نعرفوا بلي هو ما عنده اقل هذا موان اتونتيف، عنده صعوبه التحليل لل ما نقولوا حنايا للبيئه تاعو، ما للعبه، يكون اناني وهذا شيء منطقي عند الطفل الصغير 3 الى 6 سنوات. وهنايا في هذه المرحله ما بين 3 الى 6 سنوات حتى ل 7 سنوات الطفل يقوم بتطوير خاصيه جانبيه. واش معناتها؟ معناتها هنايا وين الطفل يبدا يعرف الى هو يميني ولا يلعب يساري في هذه المرحله العمريه من 3 حتى 7 سنوات. ونحن كمدربين باش نقدروا نشتغلوا مع هذا كما نقولوا احنا هذا الاطفال في هذا العمر، لازم علينا نكونوا نامنوا البيئه، لازم نشجعهم على الخيال تاعهم. باسكو كما نقولوا احنا تعرفوا الطفل عنده خيال واسع، تقدر تدير له لعبه تقول له هذا 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 واد ولا هذه بحيره، لازم تنط، لازم تقول حنا تقفز، لان لو لما تقفز من على 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 50 سنتيمتر هنا لا يوجد تمساح. هو الطفل يقول لك اه وي دونك لازم نقفز، على قول عنده الخيال تاعو. وكاينه حاجه كنا نقولوا حنايا هي مهمه، والعوده الى الهدوء في اخر حصه. الطفل يجري كثير، وكان ما تقولوش ستوب ما يحس، يبقى يجري ما يحس. دونك مع اخر حصه لازم العوده الى الهدوء. هنا كما نقولوا احنا عندنا كثير من التمارين، ولا ما نقدروا ما احنا كانوا معنا الاطفال الصغار مع اخر حصه نقراو لهم قصه. الاطفال الصغار يحبوا قصص، دونك تاخذ كتاب تقرا له قصه، هما متدورين ويسمعوا. سي تاك كما نقولوا حنايا الاستاذ رجا روتو كان في العوده الى الهدوء. دونك عندنا 3 4 اون، هذه المرحله نقسموها على جوج مرحلتين، عندنا 3 4 سنوات وعندنا 5 6 سنوات. انا قلنا بلي 3 4 سنوات دونك سي تطوير البدني والسيكولوجي للطفل، البدني والنفسي للطفل. فوالا بارك الله فيك، والنفسي للطفل. عندنا ليدوكاسيون موتريس دونك التربيه الحركيه، هي عندنا هادو كما نقولوا حنا لي باركور المكيفين، صحه اللعب
حسب ما فهمت. بالك بالك العلم لله. وثاني عندنا دونك الالعاب، عده انواع من الالعاب. 5 6 سنوات دونك سبورت موفمنت هي دونك سي كما نقولوا يعني هي مكمله لمرحله 3 4 سنوات. دونك هي ديكوفيرت ولا كما نقولوا هي اكتشاف الكثير من من الرياضات، جميع الرياضات ما في كره الطائره. لا ما نتكلم على كره الطائره، نعطوا الاهميه للديفلوبمون دونك للديفلوبمون موتور، دونك نعطوا الاهميه للتطور الحركي للطفل. وكما قلنا هنايا دونك دائما بالالعاب المرحه. وعندنا مع الاخير ايبانيوسمون استاذه دونك تعطينا عندها المرح، الطفل يكون على مرح في اللعبه. عندي هنايا فيديو فيه 15 ثانيه نخليكم، هادو هما دونك لي باركور كومبلي. كنت نتكلم على لي باركور، هادو هما كيفاش نديرو لي باركور. نخليكم تشوفوا 15 ثانيه باش اذا كاين الصوت. هذا هو الباركور. دونك كيفاش نقولها بالعربيه؟ اللي هي ساحه اللعب او اطار الملعب. مساحه اللعب فوالا. دونك انا اوكي داكور. نعم. المرحلة الثانية وهي الانيسياسيون دونك الدخول في اللعبة، وهذه مرحلة من 7 إلى 10 سنوات. الدخول في اللعبة نبداو نتكلم كرة طائرة. دونك هنا عندنا الطابع النفسي الاجتماعي دونك للاعب. هنا يبدا عنده مفهوم المنطق والتأمل دونك نوسيون لوجيك اي ريفليكسيون. يبدا يفهم واش معناتها، واش يقول للمدرب، واش لازم نعمل. يبدا يحلل لي سيتياسيون. دونك كيفاش نقولوا لي سيتياسيون بالعربيه؟ الحالات. السيتويشن الحاله. فوالا الحاله. نعطوه تمرين يكون صعب في البدايه، اللي هو عنده تحليل يخمم يفكر يولي يلقى الحلول. نعطوه هنا نبداو يبدا المنافسه وقواعد اللعبه، كيف نلعب كره طائره، لما دير ارسال لو الكره تلمس معليش هنايا تلمس لانيغ دونك العمود، فهذا كما نقولوا حنايا اوت. ولا نبداو نعلمو الاول، لما دير ارسال ورجليك يلمسوا الخط بهذا دونك فوت ولا خطا، نعلمو دونك القواعد اللعبة. وفي هذه المرحله اوسي دونك اللاعب يكون عنده مزيد من الاهتمام والتركيز، معناتها لما يلعب ولا لما يكون في يقوم بتمرين يركز كثير. وهذا كما نقولوا حنايا لاحظنا. واش لازم في هذه المرحله المدرب واش لازم يعمل؟ لازم يكون العرض الفني امثل، دونك لا ديمونستراسيون لازم تكون بارفيت. دونك لازم لا ديمونستراسيون كما نقولوا حنايا ديمونستريشن فوالا لقطه تقنيه لازم تكون المدرب يديرها، ولا يقدر يديرها على فيديو. الكثير من المدربين ومنها نحن نتعامل كثير من الفيديو، شرح نظري مبسط لا ندخل في فلسفه الكره الطائره المعقده. ارسال ارسال تحكم الكره وتضرب الكره من تحت، ما ندخل في الاناليتيك نقولوا بالعربيه وبلا بالفرنسيه. ونشجع الخيار الطفل. هنا كما نقولوا في المرحله الطفل يكون مازال عنده هذاك الخيال اللي يقدر يستعمله في اللعبه تاعو. وانا زدت نقطه اخيره وهي الطفل يتعلم من خلال اللعب. في هذه المرحله احسن طريقه ولا احسن موايه وسيله لتعلم الطفل وهي اللعب. يلعب 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 يتعلم. هذه كما نقولوا ما مفروغ منها ولا مفروغ منها ولا علم ولا كل شيء نقولوها.
جراند فولي، دونك سا سي كيما نقولوا حنايا بدله الكره الطائره، وهذه كيما كتبها بالبروني بان فولي بول، دونك سي الخطوه الاولى في الكره الطائره. لا فاميلياريزاسيون افيك لو بالون، وهي كيما نقولوا حنايا التعرف على الكره، التعرف على الكره، التعرف على الكره، على الكره المانيبيولاسيون انديفيديوال، دونك كيف يلعب بالكره، يرمي الكره، يمسك الكره، يعني تكتب تحتها الغابو او بالون، دونك سي سا. كل هذا الاربع ولا الاربع نقاط وهي مكمله لبعضها، مانيبيوليشن، غابو او بالون، دونك سي كما نقولوا حنايا اتصاله بالكره، البلاسمون، دونك هو كيفاش يكون يمرر، لا البلاسمون سي كيفاش يكون تحت الكره، كيفاش كيما نقولوا حنايا الوضع تاعو، كيفاش يتموضع ولا كيفاش يتوقع مع بارك الله فيك، ويبوني اوتور دو بالون، ولكن نقولوا حنايا كيف يتطور مع الكره. هادو هما دونك هذه الخاصيات الاساسيه في عند اللاعبين، ولكن نقولوا حنايا بدره الكره الطائره. الخط الثاني، ولكن نقول حنايا النقاط اللي يعني في الوسط، يكتشف دونك التقنيات القاعديه للكره الطائره، لو بوسي ا دي دوا، دونك كيف يقوم بالدفع مع الكره ب 10 اصابع، فرابي دونك لو بالون ولا فرابي بار اون با، اترابي دونك فرابي بار اون با، كيف يضرب الكره، دونك الارسال كما نقولوا حنايا عادي، اترابي اي لونسي لو بالون، كيف يمسك الكره وكيف يرسل الكره، كيما نقولوا حنايا والاخر، مع الاخير عندنا دونك لي فورم دي، دونك هي توجور العاب مريحه، واحد ضد واحد، ونقدروا نديروا مام اثنين ضد اثنين. انا تكلمت في الباور بانك ما قبل، في البدايه قلت لي يلعب معاه محور، نقولوا حنايا هذا كان بيفو، يلعب مع صاحبه يقدر يرمي الكره بالكل. وهنايا عندنا كما نقولوا حنايا هاد لا نوسيون، ولا كيقولوا حنايا هاد جوي افيك اي جوي كونتر، نقولوا حنايا تلعب مع وتلعب ضد، تلعب مع دونك شريكك ولا كما نقولوا حنايا في الفريق، وتلعب ضد خصمك. وليبانيوسمون، ليبانيوسمون دونك هادي اللي جايه من تحت كاع، هي كنقولوا حنا كنقولوا المراحل، معلاش نقول السعاده في كره الطائره، مي الطفل لما يجي يلعب كره الطائره يكون سعيد. هذا باركور لي غراند فولي ما بين السبعه حتى الثمان سنوات. نخليكم تشوفوا الى تلاحظوا هنا الباركور هادو كما نقولوا حنايا، اللاعب يقوم بالباركور تاعو بدون ان يطلق، ولا كما نقولوا حنايا ان يترك الكره هو والكره جسم واحد، الكره تبقى ما بين يديه حتى النهايه. خليكم تشوفوا لا دونك وقت تنزل يرسل الكرة، دونك لما تشوفوا الأطفال هنا كانوا يقفزوا ويضربوا الكرة، دونك كما عملية الهجوم. وهذه دونك نقوم كما نقولوا حنايا مقابلات واحد ضد واحد، ولكن تكون مقابلات مكيفه، ولكن نقولوا حنايا ادابتي، يقوموا بمقابله تكون حنايا بالون دو بودريش، كرات الساده، الكرات الخفيفه هذه تكون الكرات الهوائيه، اذا ما غلطتش كره الطائره. فوالا
ممكن الطفل يرمي الكرة ويقوم بعملية أخرى، نقول إحنا هي لونشينمون دو تاش، دونك يلعب وعنده دونك عملية أخرى لازم يقوم بها، هذه كما نقولوا حنايا لي فورم لوجيك، دونك يلعبوا وهما مريحين. هادو دونك صورتين، دونك واحد ضد واحد، اثنين ضد اثنين. في هذه المرحلة دونك الإرسال، ما هو إرسال تكتيكي؟ في المرحلة لاعب يرمي الكرة للخصم، هذه هي كما نقولوا حنايا المهمة تاعو، ما ندخل في التقنيات المعقدة. ولازم نكونوا نغيروا حالات اللعب باش كما نقولوا حنايا الطفل يكون عنده ولا يلقى ان سونس، استاذ كيما نقولوا ان سونس ا سون اكسيون، يلقى كيما نقولوا حنايا معنى للعب. باش كنقولوا للطفل خد عندك الكرة، عندك خصم، عندك شريك تاعك في الملعب، العبوا كرة طائرة، يقدروا يلعبوا ما 10 5 دقائق 15 دقيقة ولا 20 دقيقة حيملوا، ولكن لكم كنا نعطوهم معنى للعبة، نعطوهم كما نقولوا حنايا دي دي راح للمصطلح، نعطوهم كما نقولوا حنايا قوانين لا نعطيهم قوانين كما نقولوا حنايا، نغيروا القوانين هكا كما نقولوا حنايا، هما يقولوا لك دونك غيرنا القوانين، هذه كما نقولوا شيء جديد لنا، دونك كما نقولوا حنايا يتحمسوا. فوالا هذه هي النقطة اللي بغيت نوصلها لكم. فوالا وهذو هما دونك الكتاكيت في كرة الطائرة هنايا، دونك كما نقولوا حنايا يبداو ايفوليو اوتور دو بالون، دونك سي يتعلموا التكنيك دو باز، ولا حنا التقنيات القاعده في كره الطائره. كما راكم تشوفوا عندنا هذا النقاط، دونك يتطور حول الكره، دونك ايفوليو تو ولا يتطور حول الكره، لي بوزيسيون تاعو، دونك المراكز، التحركات عند الكره، التموقع تحت الكرة، والوكوباسيون دو ليسباس نقولوا حنايا كيف ياخذ المحيط اللي مدور به، نقولوا حنايا ياخذ يكون هو مسؤول على المحيط تاعو، انا يتعلم باسكو علاش ما تنساوش باللي يسيطر على المحيط. فوالا باسكو في هذه المرحله اللي بوسام هما مبنيهم، الفرق بينهم وبين المرحله اللي قبل، الملعب يكبر شويه، اللي هما المرحله اللي قبلها كانت واحد ضد واحد، هنا تولي اثنين ضد اثنين، الملعب يكبر، المساحه لازم نقول احنايا يكون هو المسؤول عليها تكبر، دونك على بها نقول احنايا بلي الاوكوباسيون دو لسباس ولا تكون مهمه جدا. انيسياسيون تكنيك دو باز، دونك كيما تكلمنا دونك على التكنيك، التقنيات القاعديه، هنا نبداو نتكلموا على دونك لا باس باللغه العربيه، دونك لا باس مش غلط، الاعداد، لا مونشيت هي تقنيه كيما نقولوها الاستقبال، عندنا سيرفيس سي او تي، دونك سيرفيس سي دونك سيرفيس عادي ولا هو الارسال العادي، وعندنا سيرفيس تنس دونك سيرفيس على شكل التنس، وعندنا سيرفيس سماتش يعني هذوك سيرفيس ولا عندنا لوسي يتعلموا السماتش. السماتش باللغه العربيه صح قلا ما بيش انا صوتي والعلمية عملية لاتاك دونك عملية الهجوم، وعندنا دونك لاجيليتي كورديناسيون دونك اللياقة، لاجيليتي سي فوالا سي لاجيليتي والكورديناسيون، دونك قلناها في البدايه هي توافق بارك الله فيك. وما كنكون توجور كما نقولوا كما العاده، وكنخلوا لي فورم ديجيك هنا كما شفتوا نديروا بزاف من اثنين، ونقدروا نديروا غير ثلاثه كونتر ثلاثه، نكبروا الملعب. النوسيون دي 3 باس هنا لازم يتعلموا الثلاثه مسات، دونك نعطي الكره لصديقي يرجع لي، وانا نعطي الكره للخصم، وهنا كوبيراسيون اي اونتيسيباسيون، دونك لا كوبيراسيون هي دونك التعامل مع
مع الزميل، والانتيسيباسيون دونك كما نقولوا حنايا يروح كما نقولوا حنايا المشاركه، الانتيسيباسيون وقت المشاركه، ولا كما نقولوا حنايا يكون عنده حس في اللعب. الانتيسيباسيون معناتها يقول يعرف وقتاش الكره حتى تروح من هذه الجهه ولا تروح من هذه الجهه، ولا وقتاش صديقه حيرمي الكره في في في, في موقع ولا موقع اخر. هذه كما نقولوا حنايا الانتيسيباسيون، هذا هو دوك السيرفيس ولا منو حنايا الارسال العادي. دونك هي في هذه المرحله ماك عكس ما قلنا في المرحله اللي قبلها، هنايا الارسال يكون كما نقولوا تكتيكي. لما الطفل يقوم بارسال لازم يجعل الخصم في 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 حالات كما نقولوا حنايا صعيبه، تكون حالات لازم كما نقولوا يسجل، لازم يكون يدير اللي عليه باش يسجل نقطة بس بالإرسال. هذاك كيما قلت انا apprendre à mettre l'adversaire en difficulté. دونك يتعلم كيفاش يرجع يخلي الخصم في 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 حالات باش نقولوا حنايا حالات صعبة. هذه هي صعبة، هذا هو. دونك سي فوالا بارك الله فيك، لو دو كونتر دو كما تشوفوا انا، دونك اثنين ضد اثنين يقوم بالارسال. هنايا الطفل يقوم بالاستقبال، يقوم بلا باس. دونك هنا سي لا كونستركسيون دو جو. دونك يتعلموا دونك لو دو تخوا باس، يتعلموا ثلاث تمريرات، لا ليزون دونك كيفاش يكون هو والاتصال مع الصديق تاعو، لوكيباسيون دو ليسباس انا قلنا هضرناها على المحيط. وبعد تكلمت على الاربيتراج و الفير بلاي. دونك الاربيتراج هو تعلم التحكيم، والفير بلاي دونك روح الرياضيه. سي نقولوا هذه تكلمنا في البدايه على التحضير ولا المواطن الغد، هذه كما نقولوا حنايا سي اساسيه. يعني كتبتها tout au long de la formation. دونك طوال الفورماسيون سي دونك فورماسيون سي فورماسيون سي المعلومه. والله ما على بالي راحت. لا لا فورماسيون ماشي فورماسيون، لا فورماسيون تدريب ولا تدريب تو على تدريب. بارك الله فيك. مي كابتن سمير دونك نعم طيب دكتور رافي، في كثير طلاب بيسالوا انه اللغه مش مفهوم، بس ايش مش فاهمين عشان هو يعيد يعني النقطه او البوينت مش مفهوم. كابتن نعم كابتن، الصوت شوي مش واضح، في ناس بتقولوا بالصوت مش واضح، لو نعلي صوتنا شويه، نعلي الصوت شوي ونحكي شوي نحكي ان الحكي مش واضح كثير. الحكي مش واضح وانا تسمعوني مليح؟ هيك ممتاز. تمام بالك عندي مشكل مع بالك مع الميكروفون تاع الكمبيوتر. وانا تسمعوني مليح كابتن؟ كل انتم اسي تسمعوني مليح؟ لا شوي ابطا للطلاب لانه اللغه الجزائريه. نحكي الطلاب بدهم نحكي شوي مش بسرعه، لان اللغه شوي اللهجه الجزائريه حلوه، لكن احنا عشان مش متعودين عليها ما نفهمهاش كثير، فالطلاب مش فاهمينها شوي يعني عشان تصل المعلومه، يعني ما كلش نعم. والله العظيم راني كما نقولوا احنا راني ندير في مجهود، والله غير ندير في مجهود. انا فاهم انا مشكور جدا، مشكور والله غير ندير في مجهود. بارك الله فيك، ولا سمحوا لي لا ما فهموش، والله غير سمحوا لي كثيره، والله غير سمحوا لي. ومن بعد اذا قدرتوا نعاودوا نرجعوا للكاش باور باد ونعاودوا نفهموا ان شاء الله، نتعاونوا كاع ونلقاو مصالحنا. غادي نكملوا دونك هذا نقولوا حنايا هذه المرحله كيفاش يدربوا الاطفال الصغار كما تشوفوا. كرات مكيفه تكلمنا على دونك لوكيباسيون دي تيران، دونك المحيط اللي كيكبر ويتعلم ويلعبوا اثنين. وهذا دونك في اخر هذه المرحله نقدر نعطيكم معلومه صغيره ولا دونك نقولوا حنا فيديو صغير، تشوفوا جوج لاعبين اللي بداو كما نقولوا حنا
تاع يعني صغار وبداو من ثلاث سنوات هما يلعبوا عندنا وبعد بداو كلو فلحقوا مرحله 7 حتى 10 سنوات وتعلموا هذه دونك كيفاش يتعلموا الطواف باس ولا دونك هنا لمسات ثلاثه في كره الطائره ولا الكونستركشن. خليكم تشوفوا هذا الفيديو تاع هاد جوج اطفال يلعبوا كونتر يلعبوا ضد لاعبه اكبر منهم. دونك هذا ثاني كما نقولوا حنايا فيديو ان الاطفال يتعلموا يلعبوا داتا ضد داتا ويتعلموا الكره ما لازمش تطيح ما لازمش تلمس الارض. خليكم تشوفوا يرموا الكره يقدروا يديروا ثاني زوج لمسات ثلاث لمسات هذه نظرة صغيرة على هذه المرحلة. المرحلة دونك المرحلة التعلم وهي لابرونتيساج وهي تكون من 11 حتى 14 سنة وهي كما نقولوا حنايا فيها مرحلتين عندنا مرحلة ما تحت 13 سنة ومرحلة ما تحت 15 سنة. هنايا 13 سنه يكونوا يلعبوا 4 ضد 4 وبعدها لما ينتقلوا لمرحله ما تحت 15 سنه نقولوا حنا لا ترانزيسيون دونك الانتقال يلعبوا 6 ضد 6 وهو كره الطائره العاديه. حابين نتكلم على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا 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 وهو الجدار. انا نعرف بلي كاين كثير من المدربين يعانوا هذا المشكل اللي عندهمش ما عندوش بالك الجدار يكون كبير. احنا وين خدمنا ولا وين تعاملنا مع في الانديه اللي هنا في فرنسا ولا في الجزائر وشفنا بلي كاين انديه ما عندهمش جدار بلك جدار فيه بزاف من غير شنو كنقولوا حنايا لي كادر استاذ كيما نقولوا لي كادر ولا ما يكونش الاطار ما يكونش فارغ نقدروا نكتبوا ولا ما يكونش فارغ الحائط ما يكونش فارغ. لو كان يكون عندك حائط كيما نقولوا حنايا مكشوفه وتشوفوا معانا بالك عندك كاين حائط يكون هكا يكون في 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 في, في, في قاعه الرياضه يكون عندك حائط كبير ويكون فيه حتى شيء يكون فارغ كيما هكا ونقدروا الاطفال يلعبوا مع الجدار. والله العظيم هذه هو وسيله تساعدكم ولا تساعدنا كاع تساعد كثير كثير كثير. علاش يقول لك الجدار هو افضل شريك لله لما تقوم بتدريب الاطفال وتقوم كلهم اليوم نعلموا تقنيات الباس ونقولوا تلعب مع الجدار. على بالكم بلي كي تلعب مع الجدار كيما حنا نقولوا يسموه التاثير العكسي ولا اللي في ميغوار يرمي الكره بنفس القوس الكره ترجع له بنفس القوس. كي يرمي الكره على 3 امتار حاول ترجع له في نفس المسار. هنا تسهل كثير على الطفل وين يقدر هو يتوقع مع الكره وين يقدر يتعرف كثير على الكره وين يقدر يمارس كثير التقنيه. لان الجدار كما قلت ونعاودها شريكه كما نقولوا حنايا المفضل. بعد شيء لكن كما قلنا هنا مدربين يشاطروني الرأي لهذه وجهة رأي ودائما الله لكن الناس استعملوها. عاد نقدروك هيا هذه المرحلة دونك ما قبل 13 سنة وهي دونك المرحلة الثانية في السنة يكونوا هنا كانوا يلعبوا باثنين كونتر اثنين هنا يلعبوا ربعة كونتر ربعة. هنا يطوروا اكثر التقنيات القاعديه. هنا نتكلموا على لاباس نقولوا هنايا نتكلموا على تاع الاستقبال نتكلموا على السماتش نتكلموا على الارسال نتكلموا على دونك البوستور بالعربيه. والله ما على بالي كيفاش نقولها بالعربيه البوستور وهي كما نقولوا حنايا والله العظيم راحت لي هذه البوستير. يكون كما نقولوا حنايا يكون واجد
يكون تاريخ هنا يكون حاضر، ولا يكون مستعد مرة عادية، يكون مستعد للعب في أي في أي لحظة. هذه المرحلة لازم نقول إحنا يا لاعب، لازم في أي مرة في أي في أي في أي لحظة لازم نقول إحنا كيفاش نقولوا أستاذة نستيمي، لازم الستيمولي اللي هي مقياس قياس لا استيميليك نقول إحنا يا يحفز انه نقول لما نقول احنا محفز نفضلوا ولا نفضلوا نفضلوا في اي لحظه في اي ولا نشجعوا في اي لحظه في اي في اي مرحله ولا هذه هي. ومن بعد عندنا دونك المرحله النقطه الثانيه عندنا دونك الانتي موتريس وهي دونك الحركيه، عندنا لاجيليتي كورديناشن التوافق والرشاقه، عندنا لي شوت كيف يلعب كيفاش يدير البلونجون نقول احنا كيفاش يسقط باش يلعب الكره، عنده الديبلاسمون كما تحركات، وعنده الرياكشن دونك هي ردة الفعل. نتعلموا هنايا دونك الكوليتيف اللعب الجماعي، نلعبوا الربعه ربعه ضد ربعه، نتعلموا كيفاش نبنيو اللعب، كيفاش يكون عندهم لا بونسي تاكتيك نقولوا حنايا، كيفاش يكون عندهم التفكير التكتيكي، وكيفاش اوسي نتعلموا اوسي لا تاكتيك دو باز كوليتيف. هنا كيكونوا ربعه ضد ربعه كاين كما نقولوا حنايا كاين بزاف تكتيكات في هذا المستوى. المره اللي فاتت درت محاضره مع الاكاديميه البريطانيه، وكان معايا الشريك معايا الاخ كريم بحلول، هو في هذاك اليوم تطرق لهذا الموضوع ودار تحليل كامل وشامل لهذا الموضوع. اليوم نقولوا حنا غنجوزوا باسكو سينو يدينا بزاف الوقت، مي كاشنا ان شاء الله ولا الاخ واحد يكون قاعد يقدر يبعثوا للاخوه. دونك في هذه المرحله كما قلنا حنايا الارسال يكون هو كما نقولوا سلاح، السلاح الاول اللي نقولوا حنايا اللي ماركي لو بوان، دونك نقولوا السلاح الاول لتسجيل النقطه. هنايا في المرحله دونك بناء اللعب دونك بدايه دونك استقبال الارسال، الدفاع الهجوم، ندافع نقوم بالدفاع الهجمه الخصم، كيف اعاده هيكله الهجمه، كيف ممكن اللاعب يتعلم كيفاش لما يكون هو في اللقطه الهجوميه يتعلم اول حاجه هو يتعلم كيفاش يجيب ولا كيفاش يسجل النقطه نقولوا حنايا ديريكتومون، كيفاش بشكل مباشر من اول فرصه فوالا بشكل مباشر. تكلمت بديت على ليزون الى كومبونساسيون، دونك هي كيفاش يكون عنده تواصل مع الاصدقاء تاعو، كيفاش يقدر يساعدهم دونك لا كومبونساسيون اي لي سيستيم دو جو. دونك كيما قلت حنايا كاين بزاف الكثير من الانظمه في اللعب في هذه المرحله. وهنا نتكلموا الان في هذه المرحله 15 سنه وهي دونك الكره الطائره 6 ضد 6، دونك هنا نتعلموا دونك اميليوغو دونك لا تكنيك، عندكم التكنيك التقنيات باش نطوروها، عندك نتعلموا السيرفيس الارسال يكون قوي، ويكون اوسي كيما نقولوا حنايا بلاسي الطفل يتعلم هنايا كيفاش نقولوا باغ اكزومبل راك لازم ترسل الارسال تاعك لازم يكون في المنطقه رقم 5 لان اللاعب ضعيف في الارسال، دونك هنايا يكون عنده دونك تفكير تكتيكي، يتعلم كيفاش يكون عنده الهجوم ولقطة الهجوم تكون قوية، وتكون أيضا دونك كيما نقولوا حنايا بلاسيك، نقولوا حنايا تكون كيفاش تكتيكية، يكون بوليفالون، دونك بوليفالون واش معناتها يلعب جميع المراكز، لا بريباراسيون فيزيك دونك التحضير البدني، دونك هنايا نتعلم تطوير الكاليتي اون غولاسيون افيك ديزابيليتي، دونك نتعلم كل الخصوصيات اللي عندها علاقة مع الـ مع الـ مع الـ مع لي زابيليتي دونك هي دونك الحركيات لان هنا دونك لي زابيليتي تسلسل الحركيات، عندك لا بويسونس دونك القدره، عندك لونتيرونس دونك هي المداومه اللي نخدموها، وفي التكتيك نقولوا حنايا في
الناحيه التكتيكيه، نخدموا دونك 6 6 ضد 6 السيستم دو جو نتعلموا، نخدموا 5 1 وهي دونك هذيك حنايا كاين كاين المدربين انا من بينهم دونك في هذه المرحله نبدا نخدم نخصص الموعد كيقولوا حنايا الباسور والسيتر في المرحله ونخدموا بسيتر واحد، وهنا يتعلموا دونك كما نقولوا القوانين قوانين الحقيقيه لكره القدم لكره الطائره. وهنايا دونك المناهج والاسس التقنيه اللب الموضوع راه هنايا اكثر واكثر دونك هنايا غادي ندخل لكم في التقنيات اللي لازم نتكلم عليها اكثر. عندنا دونك لاباس، لاباس كما نقولوا حنايا بالكره بالعربيه دونك هي الاعداد اذا مانيش غلط صحوني ولا هذا تقدر تصحيني الاعداد ولا باس نقولوا هي لاباس التمرير هي التمرير وبصح والتمرير هي التمرير من الناحيه التقنيه من الناحيه التكتيكيه نسموها التمرير من الناحيه التقنيه اذا ما غلطش ولا استاذ رافي لا تقدر تساعدني هي الاعداد الباسور هو المعيد دونك واش هنا واش تقدروا نخدموا في لاباس عندكم نقدروا نخدموا دونك هي كما قلنا هي قراءه لا تراجيكتوار دونك هي قراءه المدى مسار الكره مسار الكره طريق المدار ولا طاوله سي صح دراسه قراءه دونك مسار الكره هنايا الطفل يتعلم يتمحور حول الكره يتعلم كيفاش يكون يتموقع تحت الكره وكما نقولوا حنايا لورونتاسيون دو كور اي لا ميتريز دو لا فراس لازم كما نقولوا حنايا كي يكون تحت الكره لازم يدير تكون فوق الجبهه كيما نشوف حنايا مصوره في هذه القاعده تاع قاعده المثلث عندنا لي زاندكس وعندنا البوس دونك هذا الاثنين الاصابع وهذو الاصابع هذو الكبار يكونوا هكذا باش يقدر يدير التمريره لا ريغولاريتي دونك لوغونتو سا كونسونطراسيون اي سا بريز دو روبير وهنا لا ريغولاريتي واش معناتها معناتها في حسب التدريبيه في الكره في لاباس لازم نكثروا من ال كيما حنا السيبل هي كيف نقول السيبل قال الله سيب للاصل لا سيب الحاجه كيما نقولوا حنايا نضربوا فيها الكره والله راحت الكلمه سامحوني يعني كان عندي بزاف كلمات اللي راحوا لي والله ما على بالي كيفاش كيما نقولوا حنايا يتعلم نقولوا له باريزون نديروا الشبكه تاع كره السله نقولوا لازم على من عندك 10 تمريرات ما بين 10 تمريرات لازم سبع تمريرات تكون في تدخل في شبكة كرة السلة هذه كيف نقول حياتك تكون عند السي دي ويكون كثر من هذه التمارين وعندك لونشينمون دو تاش المستهدف لا سيبل دونك هدف يكون عندك هدف فوالا هذيك هي ولا جول عندنا اوسي دونك لونشينمون دو تاش وهي دونك نقول هنايا يلعب الكرة دونك يدير الباس تاعو لواحد حاجة أخرى كما حنايا عندنا حنايا في الكره الطائره ولا في عند المعد يقوم بارسال بتمرير الكره السمي تاعو اللي يقوم بالهجوم هو في نفس الوقت لما يقوم بالتمرير يروح يقوم ب كما حنايا لو سوتيان داتاك يروح يساعد الجسم تاعو ولا في حاله ويكون صد الخصم يكون قوي الكره ترجع هو يقدر يعاود لعب الكره هذه نسموها دونك يقوم بلونشينمون دو تاش عندك لي جيست كون دوا كما نقولوا حنايا التقنيه لي بارازيت وهي بالعربي على الاقل اسمها طفيليات من صفات طفيليات كما نقولوا حنايا لي جيست بارازيت كاين الكثير من التقنيات اللي يكون عندنا كما نقولوا حنايا حركات هي زائده وتشكل مشكل في التطور ما بينها دونك بالاسمون دي برا افون لو كونتاكت كاين كثير من اللاعبين يقوم بتحريك الايدي قبل ما يقوم بالحركه وهذيك نقولوا هي حركه زائده هذه نقدروا ثاني نحوها نقدروا نقلعوها من
نخدموها. نعطيكم مثال هذوك الشكرات، اشكر البنك في مثال، نعطيكم كاس، كاس ونقدروا نخدموا بالفلو. فلو هو كما نقولوا حنايا بالاونغريس التراد، التراد نفس الفكره. الفلو كيفاش يسموه الفلو هذوك اللي نحطوهم حنايا ونقول نركزوا نديروا مراكز لل ما يبانش كيفاش يسموه بالعربيه. المهم نعطيكم مثال كاس، كاس نقدر نقول اللاعب ياخذ كاس يكون ولا يكون كبير كبير شويه كبير هذا، ياخذ كاس كوم سا تشوفوني ياخذ كاس في الحاله، يقدر يحطه هنايا عند البطن تاعو باش ما يكون باش لكي لا يقوم بهذه الحركه الزائده، ياخذ كاس يديرو عند بطنه هنايا، نقولوا سا ونقولوا الزميل تاعو يكون مقابله، نقولوا هذه نقولوا لما يرمي له كره التنس تكون صغيره، يرمي له الكره وهذا اللاعب واش يعمل في اي في كل في كل في كل مره يرفع رجله يدي هكذا فوق فوق الراس باش الكره تسلب كره التنس تسقط في الكاس. هذه التقنيه هذه الوسيله تساعد اللاعب ومساعد المدربه باش كنقولوا حنايا ينزع هذه التقنيات الزائده. كان لي كارت مون دو كوت دونك هذه كيما نقولوا كان بزاف اللاعبين وشي اللي يعملوا المرافق تاعهم على 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 الناحيه اليمنى واليسرى يعملوا هكذا. دونك هذه تقنيه خاطئه. دونك هذه التقنيات كي التلميذ ولا اللاعب يدير هذه التقنيه ما تساعدوش باش يشوف على اليمين وعلى اليسار. شنو حنا نسموها لا فيزيون بيريفيريك، نقول هي الرؤيه شنو نقول بيريفيريك الرؤيه الشامله. ونعرف حنايا اللاعب الواعد لازم كي يلعب لازم يشوف الصد حائط الصد لازم يشوف جميع صديقه ولا زميله يلعب في الهجوم. بعدنا aussi donc l'écartement des mains après le contact et que les لاعبين يلعبوا لا باس ويعمل هذه الحركه وهي في حركه زائده عليها. بهذه الوسيله نقدروا باسكو كيكون يعمل هذه لا باس بعد ما يقدرش يعمل هكذا كون يعمل هكذا دونك الكاس يطيح. دونك لازم هذه الوسيله يقدر نحاول نمنعوا هذه الحركات الزائده. كان لافيرسمون دونك دي بي يقدروا يكون المعيد يكون عند الشبكه يكون نقول احنا يدوا اليمنى تكون مع الشبكه. الكثير من المعيدين يعملوا يوضعوا الرجل اليسرى الامام على الوقت اللي لازم يكون يوضعوا الرجل اليمنى امام على نقول احنا دونك انفيرسمون دي بي او مومون دي كونتاكت ولا كونتاكت يوبا. الكثير من كثير من اللاعبين يلعبوا اللاباس يلعبوها تحت الراس ولا تحت الفم. هذه ثاني من التقنيات الخاطئه اللي لازم المدرب يعملها. كلمتكم في هذا على تقنيه يلعب الكره ويروح يدير مساعده الزميل. هذه تمرين اذا التمارين بتساعد ولا يقوم بتمرينها ويروح يسي وكما نقولوا هنايا يفتح تاع الحذاء تاع السديه. نسي نفوت نجوز الكثير من هذه فوالا لا ندخل في الخاصيات ولكن قبل نخليكم هذه الباوربوينت بغيت نهضر على لما يتعلم التلميذ ولا اللاعب كرة في الإعداد نتعلم عنده كثير من المسألات كرة من المسألات الكرة. لازم تكون كرة عالية، كرة تكون نقول احنا على تكون عندها مسار طويل ولا تكون عندها مسار قصير. عندنا aussi donc الإعداد الاستقبال. هنا لازم اللاعب لازم يكون عنده دونك قراءة مسار كرة. دونك هنا لازم يتوقع مع الكرة لازم يكون عنده دونك لاكسيون سور لو بالون. نقول حنايا لازم هو يكون عنده لاكسيون سور لو بالون. واش معناتها؟ معناتها لما يقوم بالاستقبال لازم
هو يرمي الكره يكون عنده كيما نقولوا حنا يساعد الكره باش تروح عند صاحبه معيد فوالا يعني لورينتاسيون دو كور دونك لازم يتوجه يتوجه مع كل جسم نحو دونك قبل يتوجه فوالا يتوجه قبل لمس الكره لازم يتوجه نحو المرسل الخصم الذي يقوم بالارسال وقبل في لحظه لمس الكره يتوجه نقول حنايا عند المعيد ولا نقول حنايا الزميل تاعو اللي يقوم بالاعداد ولا ريغولاريتي دونك هذه تكلمت عليها ثاني هذه التمارين باش نقول حنا نطوروا هذه التقنيه لازم التكرار 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 اي لونشينمون دي تاش دونك واش نقولوا لونشينمون دي تاش معناتها يدير كيما نقولوا حنايا يقدر يقوم بالاستقبال ومن بعد يروح يقوم بعمليه الهجوم هذه كيما نقولوا حنايا دونك يدير الاستقبال ويروح يدير ولا يقول يلزم يدير حاجه اخرى هذا نقدر نفوت باسكو سي كيما نقولوا حنايا سي لا تكنيك دو لا مانشيت لو سيرفيس هنا عندنا كيف تكلمنا على عندنا لو سيرفيس تينيس وهو الارسال على طريقه التنس عندنا دوك لورونتاسيون دو لا تراجيكتوار دون لاكس دونك فيغ لا غوش ولا دروات الكثير من اللاعبين لما يبداو يتعلموا هذه التقنيه لاحظتوا في البدايه لما يقوم بهذا الارسال الكره تروح على اليمين ولا تروح على اليسار دونك ما يكونش عنده هذيك الخاصيه اللي يتحكم في الجسد تاعو ولا في الجسم تاعو من تقدر الكره لازم تروح في الامام باش من بعد كي يتعلم يقدر يتحكم في الكره وفي الجسم تاعو من بعد المدرب يقدر يقولوا الان تنجم تقدر تنجم تلعب على اليمين ولا تلعب على اليسار لازم تكون هي كما قلت حنايا هي لازم تكون حركه فولونتير كيفاش نقولوا فولونتير استاذ حركه volontaire إرادية لازم يكون حركة إرادية فوالا volontaire إرادية راني قلت انا قلت وبعد ندخل نتعلموا على لا بيسونس دو فور واش معناتها نلاحظوا جميعا بلي انا نمت اللي في البدايه اللاعب نقولوا دير سيرفيس ولا الارسال ما يجوش ما يتعداش الشبكه واش نقولوا نقولوا تقدر تقدم ولا تروح عند الشبكه لما الارسال يجوز نقولوا تقدر ترجع للوراء الى بواحد متر ولا الارسال يجوز نقولوا مثلا تقدر تزيد ترجع شويه يرجع بشويه بشويه في حتى يقدر يرجع الارسال تاعو يجوز من على 9 امتار en comparant ça les balles efficacité donc après la puissance trajectoire donc là on y arrive à parler on gars et l'enchaînement de tâches donc ça dit on peut le faire il prend le ارسال بعد لما يقوم بالارسال لازم يدخل للملعب ويقوم بالدفاع ولا يقوم بالكوفرتور الدفاع تاع الصد حائط الصد تاع الزملاء تاعو هذه سي جوست هذا نقول حنايا الصوره juste on peut comprendre évidemment le point de contact voit que vous ou la nokta darb nokta darb le corps لازم تكون عندها في البداية تكون عندها عندها مسار نقول حنايا نقولوا مسار مستقيم فوالا انا قلت بعد عندنا لو سيرفيس هذا الارسال لما الارسال فلوتون دونك لما الكره كيما قلت الكره بقات تبدا لما انشغلت في المسار تاعها هذا هو هذا السيرفيس نقوم به وحنا نقول حنا اللاعب يقوم بقفز وضرب الكره في العلم لو برا دونك لو برا دو فراب طوندي او مومون دي بال كيما نقولوا حنايا لما يرمي الكره اللاعب كيما نقولوا حنايا في لحظه ضرب الكره لازم يكون اليد ولا كنقولوا حنايا اليد تكون في هذه الحاله لو كان تكون هكا شويه ولازم تكون عامله كنقولوا حنايا اكسبانسيون ولا يعني كيف اكسبانسيون تكون يضرب الكره في اعلى نقطه
الورق، لازم يكون البواني كما نقولوا حنا لازم اليد في هذه اللحظه لازم تكون كما نقولوا حنايا ريجيد، لازم تكون لازم تكون الحياه تكون صلبه اليد في هذه المرحله، ولا مسطحه وصلبه في هذه المرحله. ولما نضرب الكره لا ما لازمش اليد ما لازمش تروح حتى لحتى لحتى الاخر، لازم في وقت في لحظه ضرب الكره لازم هنايا كيف هنايا اليد تحبس في هذه المرحله باش نعطوا اكثر قوه واكثر تذبذب للكره في بصر تاعها. هذه هي من خاصيات هذا الارسال. ومن بعد عندنا دونك هنايا السماتش دونك لقطه الهجوم نعرفوها الجميع يعرفها، كاينه حاجه ونجم انا نقدر نتكلم عليها هي لا كوريكسيون وهي تصحيح الاخطاء في هذه في هذه في هذه القضيه اللي هما نشوفوهم كثير. عندنا كما تكلمت بالبداية على هذه الحركه تاع اليدين، هذه الحركه تاع اليدين اللي نديروها في جوست كما نقولوا حنايا في مره باش نعاودوا نقدروا نديروا ندفع الجسم تاعنا بيدينا باش نقدروا نقبضوا الاعلى، ولكن نلاحظوا اللي كاين كثير ماشي كثير كاين اللاعيبه اللي يبداو يحركوا في يديهم وهما يجريوا ومن بعد يقف، وهذه دونك هذه الحركات التقنيه خاطئه. وكاين كثير كاين اللاعيبه اللي يفتحوا يديهم بزاف كثير يديهم لما يقفزوا، هذه ثاني حركه خاطئه. وعندنا aussi donc la faire inversée دونك نعاود نرجع لكم نكون عاملين لكم في ابخي اللاعب اللي يضرب باليد اليمنى، لاحظوا كاين لاعبين اللي يقفزوا بالرجل اليمنى في الاخر وهو خطا، لازم يقفز باليمنى، هو ليس خطا في حد ذاته مي هو كنقولوا حنايا تقنيه مش اوبتيمال فوالا مش صحيحه 100%. وكاين لو كونتاكت plus bas aussi. Voilà. On a une c'est ça mal courant, il Mais on est alors chez quelqu'un là, il n'est pas dans la halle. Voilà. Et quand je parle de la ville, il est dans le courant, il a avec moi à la halle. Il a donc un peu de soin pour le handant. Had a lab. Le français a droit. Donc, had a lab, il est dans le courant, il est dans le courant. Le fond. هنا راه واقف، انا نشوفه يجليه اليمنى ورجليه اليسرى. الرجل اليمنى نديروها في كما نقولوا حنايا في دائره ونحطوا دوائر، دونك عندنا دائره اخرى هنا وعندنا دائره اخرى هنا في الارض كنرسموها ولا بالسيرش. واش يعمل اللاعب في هذه المرحله؟ هذا اللاعب في المرحله يحط رجله اليمنى اليسرى يسي هنايا في هذه الدائره، بعد كده سميتها واحد يسار تكون صغيرة، اثنين يمين تكون كبيرة، وثلاثة يسار تكون صغيرة وتكون كنقولوا حنايا تكون دائرة شوية في على الداخل. علاش تكون دائرة هكذا؟ باش تقدر تساعد اللاعب يقدر كما نقولوا حنايا يكون عنده هذا التحول من سرعة على الأرض، سرعة كما نقولوا حنايا تكون سرعة أفقية، سرعة أفقية تتحول إلى قفز عمودي. هنايا بهذه التقنية ولا بهذه الوسيلة نصحوا على هذيك اللي هضرنا عليها من قبل على الأخطاء اللي نقولوها وهي لانفيرسمون دي با، وهو كنقولوا للاعبين يكونوا يضربوا باليد اليمنى يصوتوا يقفزوا بالرجل اليمنى في الآخر. بهذه الوسيلة نقدروا نصحوا له هذا الخطأ. ونفس الشيء يكون لاعب يضرب باليد ولا اليد اليسرى يكون يبدا العكس، الرجل اليسرى تكون في الدائره ويجي لهنايا يكون عنده واحده يمنى زوج اثنين كبيره تكون اثنين يسرى وثلاثه يمنى يكون اكبر وسي باش يقدر ينقل ويقدر يقفز في الاعلى. هذه وانا عندنا دونك الصد جدار الصد، جدار الصد هو من اصعب التقنيات اللي يتعلمها اللاعب، علاش؟ باسكو
نقول احنا لازم يكون هي هذه التقنية هي كما نقولوا عندها علاقة مع الكرة وتحرك الخصم. لازم يكون في وقت good time l'action sur le ballon, la pression du geste, la qualité de l'intervention, il y a une compte pour le hadr في اللقطة. لازم يكون نقول حنايا يكون أسرع ولا يكون مش أسرع، من لازم يكون ما يكونش ثقيل بزاف على حركة الخصم. لازم يدي ولا ياخذ جميع المعلومات على الخصم، كيفاش يكون الخصم تاعو، كيفاش يكون نقول حنايا متوقعين ولو التحركات تاعهم ولا كوليزيون افيك سي بارتنير، كيفاش يديبلاسي باش يخدم مع ولا يتعامل مع الشريك تاعو اللي يكون على اليمين ولا على اليسار، ولا يكون محدود ويجي عنده ولا يجي يمشي يدير معاه حسب الزميل تاعو. وكمان دوك واش انا نقدرش ياخذ يكون يقوم بحائط صد، بعد يقدر يرجع باش يقدر يشارك في عندي في الفيديو. هذا سي فيديو شوفوا هاد راه يقدر هاد اللاعب هذا يقوم بحائط صد ولا سيو، كما تشوفوا كاين المدرب هو اللي يرمي الكره، وفي اللاعبين يركزوا كثير على تقنيه الصد وتقنيه احنا يعني قريبا في نهايه البوتان. دونك اخر محطه وهي القانون التحكيم اللي كيف يسموه اللي خلاص ما بعد، هذه كلها باللغه العربيه. دونك ثلاثه فرق باللغه العربيه. نقدر نطرح هذا السؤال، هو التخصص ولا ماشي تخصص في اي مرحله، كل هذا يتوقف على التخطيط، كل مدرب كيفاش هو يقوم بالتخطيط تاعو. الى قلنا بلي الى قلنا لازم الى علينا حنايا كمدربين نعطي الحلول التقنيه للاعب حتى يتمكن من محاربه الصعوبات، لان حنا كنا عندنا السلاح اللي نقدروا نعطوه ولا نعاونوا نساعدوا المدرب اللاعب تاعنا باش يقدر يتمكن ويقدر يتعلم التقنيات الصعبه ويقدر يوجد حلول. هذه اولا تعلم جميع اساسيات التقنيه للاعب في جميع المراكز، لازم يكون لاعب بارع بين قوسين، لازم يلعب جميع المراكز، لازم يعرف يقوم بالاعداد، لازم يكون مليح في الهجوم، لازم في حائط الصد الاولى في الاسفل الاعداد بس. اذا المدرب قام بهذا العمليات نقولوا هذه المرحله معناتها قمنا باستغلال ولا صفات وامكانيات اللاعب حتى يشعر بالفائده في الفريق. لازم كما نقولوا يحس روحه ولا يشعر بلي هو عنده قيمه ولا عنده هدف في الفريق. الهدف مادي ماشي مادي، كما نقولوا حنايا مش مادي، حركي، حبيت نقول انا حركي، معناتها المشاركه تاعو في الحركات في الهجوم في جميع لي اكسيون في جميع اكسيون كيفاش نقولوا سادا اكسيون في جميع الحالات لي اكسيون اكشن بالجميع الاحداث او جميع المواقف. فوالا بارك الله فيك. الانثروبوميتري دونك لي كاليتي انثروبوميتريك دونك الوزن الطول ولا الحاله البدنيه تاعو، واهم حاجه وسي الحاله النفسيه ولا السيكولوجيه يكون قوي وفعال في مجاله. ولما هاد الجوج نقاط دونك مع النقاط اللي فاتت، فعند هاد الحاله يصبح التخصص واضح، ولا كما نقول حنايا نقدروا نقوموا بتدريب اللاعب على اختصاص معين. فوالا في هذه الحاله نقوموا بتوطيد الانجازات واستغلال الامكانيات اللي عند اللاعب.
وباش تكون باش تخصص لاعب لازم تعطيه مشروع، وهذا المشروع يكون لازم اللاعب يكون مهتم بهذا المنصب. ولا نقدر نقولوا انا لاعب نقولوا يعني انت انا مدرب، لاحظت بلي عندك تلعب مليح في الاعداد، دونك لازم هو يكون عنده هذا الدافع، ولازم لازم يكون يستثمر، لازم يكون عنده هذا الدافع وهذا الموتيفيشن باش تقولي له في البدايه يقول لك وين الكوتش، والله العظيم انا ما يعجبني، ما حتكون صعيبه عليك باش لازم كما نقول هنايا كاتف الجهود. ولكن اذا كان عنده وجهه هذا الدافع وعنده هذا الاستثمار سهل عليه بزاف، بالذات الوقت سهل عليه كثير كثير هذه الخاصه. حجم مستوى التدريب المقدم واش معناتها اذا كان هو نعطي مثال السيتر ولا المعد، اذا كان يدرب مع الاصدقاء تاعو نقدروا نقولوا عندك في يوم الجمعه ولا يوم الثلاثاء بعد التدريب تقدر تقعد 30 دقيقه، نعطيك 80 ولا 2 لازم تدرب عليهم تمرن عليهم. ولكن هو هنايا لازم يمشي كما نقولوا، لازم يكون اوكي بصح هنايا لازم يكون كونسيون و كونسيون كيفاش نقولوا كونسيون، هو بكون واعي للاشي اللي بعمله، واعي بارك الله فيك، لازم يكون واعي بلي عنده مسؤوليه وباش يدرب وباش يطور. اختصاص دونك اختصاص المشرف ولا اختصاص المدرب، اذا قدر يكون مشرف اذا قدر يكون عنده نقول حنايا معرفه ولا عنده معرفه في هذه الفرقه، يقدر يكون مدرب لا ما يعرفش ولا كيقول ما يكونش يعرف كثير على خاصيه الصد ولا خاصيه الهجوم، ما يقدرش يعطيه الكثير من التصحيحات، لازم يكون يعرف الخاصيه. والمستوى اللاعب المعروض للتغطيه اذا لزم الامر، مسؤوليه اللاعب في اللعبه واش معناتها؟ معناتها اللاعب لازم له اذا شفنا بلي عنده مستوى مليح نقدروا نقولوا انت راه عندك في عمرك 15 سنه تقدر تلعب مع 17 سنه، هذه ما تكون غير في صالحه، يقدر تكون هنايا في هذا الغرض يقدر تساعد بزاف باش يزيد يتعلم ويزيد يتطور في خاصيه تاعو، ولا نقول هنايا كان في حائط صد ولا في الهجوم ولا في الارسال ولا في اي تغيير. ونقدروا نقولوا روسيا احنا في الخوض خاصنا نقولوا هنايا مدربين نقدروا نقولوا نعطوك فيديو ولا نعطوك تقدر تشوف ولا تروح تحضر مباريات كرة طائرة المستوى العالي، وهنا تطور عنده تطور بالفكر التطور الفكري ولا رؤية اللعبة، نقول حتى تولي عنده هذيك لابوس تاكتيك ولا هذيك تكون عنده هذيك لابوس تاكتيك، تولي عنده نظرة ولا نظرة ولا لا شو هي الكلمة؟ نظرة تطور كما نقولوا لابوس تاكتيك، يطور لابوس تاكتيك تاعو يعني يطور الفكره التكتيكيه تاعو، مش عارف ما عادش اذا قدرت هذيك هي بتاخ سبيسياليزي الترجمه، والله العظيم ما على باليش راهي مكتوبه بالعربيه باش كنا كتبتها بالفرنسي كنقول كذبت شويه تاع المجهود باش نترجمها، ويعني الله لا ترجمتها مليح ما ترجمتش يعني مزيان فوالا تمام. قبل كل شيء حبيت نقول فيه فوالا هذا اخر طوطي، حبيت نرجع للمدرب باسكو الى حبينا احنا كما نقولوا نطوروا اداء اللاعب من الاول الى اخر 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 مرحله، اذا المدرب ما كانش عنده عين يشوف بها مليح ولا يشوف بها العناصر المرئيه والغير مرئيه فهذا يكون شويه صعيب. علاش؟ هذه العين المدرب هي تسمح له بالمراقبه والكشف وتحليل جميع عناصر المرئيه والغير مرئيه التي تسمح للاعب بتحقيق اداء حركي، يعني انا ذكرت عليها في ما سبق، المدرب يكون عنده عين يشوف بها ويعرف باللي هذا اللاعب يقدر يكون كما نقولوا حنايا يكون عنده مستقبل في هذا المركز ولا في مركز فقط،
المحاضر يكون يكون عنده ولا يكون قوي في هذه المنطقة ولا في هذه المنطقة. وهذا لغرض اكتشاف أو جعل الرياضي يكتشف التنفيذ الفني. دونك سي هو حنايا لابليكاسيون تاكتيك والبسيكولوجيك والعقلي الذي يقوم به، والتحليل كيف يمكنه تحسينه. وهو في هذه المرحلة أمام اللاعب تساعده باش يكون عنده مدرب اللي عنده هذه العين اللي حنا نشوف بها مليح التطور، تساعد بزاف وتساعد كثير اللاعب تاعو اللي هو في حد ذاته يروحو يتحسن نقولوا تلقائيا. هذه هذه سي فيديو نقدر نجوزها باسكو الوقت هذا اللي بزاف نشوف. سامحوني على هذا طوال الوقت باسكو راني شويه طولت عليكم، درت بالك ساعه و 20 دقيقه، وانا قلت الاستاذ راني قلت نقعد ساعه و ولا 45 دقيقه. المشكل كان في انا قلت لكم باللي في المصطلحات التقنيه اللي صعبت شويه المأمورية. فوالا بلاصه، شكرا لك. يعني احنا انت اللي سامحنا لانك بذلت جهد كبير حتى تحكي معنا باللغه العربيه. والله العظيم انا لقيت احنا استبشر شوي عشان نعطي مجال للاسئله، اذا في حدا عنده استفسار بيفتح لي الميوت للجميع. اذا في حدا عنده اسئله ما يكملش. طيب الشباب الموجودين عندنا على الهضاب بامكان اي واحد بده يسال يعرف عن حاله، يدخل يعرف عن حاله ويسال. في حدا بحب يسال؟ في حدا عنده سؤال يا جماعه؟ طيب كابتن انا بدي اسالك، لو احنا عندنا مباراه بطوله وانا خسرت مباراه اليوم، وعندي مباراه يوم اليوم احنا الاحد، وعندنا مباراه الاحد الجاي وخسرت المباراه، شو الطريقه اني انا اطلع اللاعبين من الخساره يرجع على المباراة اللي بعدها من شان يفوزوا؟ شو الطريقة؟ فاهم عليك؟ مثلا لعبت مباراة بالأحد وخسرت كيف؟ هذي نعم، من بعد أسبوع 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 من بعد عندك مباراة ثانية. أنا خسرت مباراة، الفريق تعرف نفسية بكون يعني مهزوز اللاعب لما يخسر مباراة. مباراة بعد أسبوع، فكيف انا بدي اطلع اللاعبين من الخساره واقدر ارجعهم للريتم المباراه ويرجع المباراه للعب لطبيعه لعبهم بعد باسبوع؟ شو الطريقه اللي انا اجهزهم فيها خلال هذا الفتره؟ اول حاجه الخساره هي كما نقولوا هي كما نقولوا داخل موجود، تكون موجوده. اذا خسرت انا من ناحيه مش العلميه، من ناحيه الممارسه، اذا خسرت المقابله في هذا اليوم والاسبوع من بعد عندي المقابله، اليوم الاول نقدر نديروا الفيدباك. اليوم الاول دونك كما نقولوا هنايا اليوم الاول اللي بعد اليوم الاول التدريب اللي بعد المباراه. إذا خسرنا بالحد وعندنا تدريب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، هذاك اليوم نقدر نديرو فيدباك. الفيدباك ما يكونش سلبي. نقول لك علاش الفيدباك ما يكونش سلبي، باسكو نعرفوا بلي اللعيبه ولو كان في الفريق لاعبين اللي عندهم شخصيه وعندهم نفسيه قويه، يكون ولا يكون لاعبين ما يقدروش يتحملوا الخساره. علاش نقول لازم يكون فيدباك ايجابي؟ لازم نتكلموا على الايجابيات، ولازم نديروا الثقه في اللاعب، ونقدروا نقولوا له بلي هذه المره ما قدرناش، من المره القادمه نقدروا. علاش ما قدرناش؟ مش الخصم كان قوي ولا احنا حاجه اللي لازم نقولوها، ما لازمش نقولوا بلي احنا كنا ضعاف. هذه اول شيء لازم يكون الفيدباك، كنقولوا لازم كنقولوا حنا طلع من شان اللاعب.
طلع من شان اللاعب من الناحيه البسيكولوجيه، ما تخليش في هذيك الحاله اللي كنا حنايا باش ما تنساش بلي ما بعد المباراه كاين تدريب، التدريب لازم لك كونسونطراسيون، لازم التركيز. وكلا الى حنايا كما نقولوا الفريق تاعي يجي من بعد المباراه اليوم الاول وما نديرو فيدباك، ما نتكلموا على حاجه، الفريق ولا اللاعبين يقعدوا مركزين على هذيك الخساره. لازم الكلمه الاولى تجي عند المدرب، لازم ياخذ الكلمه يتكلم يقول انا خسرنا، اذا خسرنا ماشي احنا اللي ضعف، خسرنا ما لعبناش مليح، ما كناش في لياقه جيده، معليش مي احنا قادرين نرجعوا. دونك الخساره هي كما نقولوا كاين، تعرف اسكو تعرف اللاعب وين روني استاذ؟ اللاعب وين روني هو لاعب انجليزي، مره خسر لقاء ولا خسر لقاء كاس ولا العلم لله وكان زعفان، جات عنده الصحفيه قالت له وعلاش زعما زعفان وبصح كما نقولوا انت دائما كما نقولوا متحمس. قال الخساره لي انا هي كما نقولوا اكبر فوز. قالت له كيفاش اكبر فوز؟ الخساره عمرها ما تكون اكبر فوز. قالها اكبر فوز من ناحيه اخرى، الخساره تسمح لي ولا تبين لي بلي انا مانيش بيرفكت، معناتها تبين لي بلي انايا مازالني لازم نزيد نعمل باش نلحق المستوى اللي مازال ما لحقتش. قال هذاك هو النجاح الاكبر لي انا، لما نخسر نقول مانيش متكامل، عندي نقائص لازم نعمل كثير باش نقدر نحقق النجاح. نكون نقعد ايجابي نقول انا خسرت معليش مش مشكل، خسرت اليوم المره الجايه ما نخسرش، نخدم نعمل كثير، نعمل 2-3 المره دربنا ساعتين نزيدوا نص ساعه، نخدم ندرب اكثر مع الموتيفيشن نتو هذه. دونك كما نقولوا لازم المدرب يكون عنده الديسكور ولا الكلام الايجابي مع اللاعبين. وكما نقولوا من ناحيه ومن ناحيه لا كما نقولوا حنايا لا باش اللاعبين ما يحسوش بهذاك النقص ولا بهذيك فقد الثقه. نقدروا كما نقولوا حنايا الحالات اللي ما لعبناهاش مليح ولا ما كناش مليح في هذه المباراه نقدروا نعاودوا نخدموهم، هذيك اللي نقولوا شقينا نقائص في المباراه نعاودوا نخدموهم في التدريب، وما نساوش بلي الخصم يتغير من ورا الخصوم ماشي كيف نقدر نلعب مع فريق قوي ماشي غير ضعيف، الفريق كان قوي، انا لعبت مديت لعليا وخسرت، المره الجايه نقدر نتلاقى مع فريق يكون اضعف منه ولا بالك نقدر نخسر يعني ولا كل هو على تحضير السيكولوجي. السيكولوجي يلعب دور كبير في وهذا كما نقولوا حنايا المهمه الاولى للمدرب ان يرفع معنويات اللاعب تاعو. والله ما عليش الا جاوبتك ولا لا، اعطيتك مثال شكرا وين روني باسكو هذه كما نقولوا هذا المثال تاعو مثال تاعو انايا سجلته في راسي وبعد لي وهدرته في كل مره نتكلم مع اللاعبين نقول لهم بلي صح الخساره تقدر تكون حافز باش نخدم اكثر باش نعمل اكثر. دكتور بدي اسالك سؤال بس. كابتن منير دكتور السلام عليكم، يسعد مساكم جميعا. شكرا كابتن رافي، شكرا كابتن سمير على المحاضره الرائعه وعلى هالترتيب. السؤال بس هو احنا المحاضره كانت عن موضوع اللي هو علاقه النمو البدني بترتيب تعليم المهارات موجوده بهذا، متى ممكن ندخل المنافس بشكل حقيقي؟ في اي عمر يمكن او مسموح انه ندخل المنافس بشكل حقيقي للاطفال او للشباب او للسن الاكبر؟ هذا السؤال من الناحية الأولى. السؤال الثاني، شو الأهداف اللي ممكن نقدمها للأطفال أو للشباب بكل مرحلة أو بكل سن من هاي السنوات؟ أهداف حتى يعني أنا مربوط أخذت السؤال هذا من سؤال كابتن رافي، إنه حتى إنه أنا
يعني خاصة الأطفال أو الشباب أكثر تأثر بالخسارة من غيرهم. شو الأهداف اللي ممكن أربطها مع هذول الأطفال أو مع هذول الشباب حتى أنه ما يكون عندهم التأثير السلبي للخسارة؟ وشكرا كثير لكم. شكرا. الله يسعدك كابتن منير. طبعا كابتن منير مدرب منتخب فلسطين، يعني اللاعبين المميزين والناس اللي بيشتغلوا في كرة الطائرة. بارك الله. واضح سؤالين هنا كابتن سمير. سؤالين. إن شاء الله. والله يا أخي، يا أخي نجاوبك ولا مش بدقة، نجاوبك كما نقول إحنا بس كما نقول إحنا اللاعب هو إنسان، واللاعب والإنسان متغير، ومن ناحية بسيكولوجية صعب علينا كثير نتحكموا فيه، صعب علينا كثير لازم يكون الاختصاص، لازم يكون مختص في البسيكولوجي في ولا في الحالات النفسية، لازم ولا نقدروا كما نقولوا احنا يا اللاعب باش تحفزهم ولا تعطيهم اهداف يكونوا الاهداف لازم تكون اهداف في البداية لازم تكون اهداف كما نقولوا احنا يا ادابتي اهداف كيف نقولها بالعربية أهداف مناسبة. بارك الله فيك. كما نقول إحنا يا في كاين المبادئ البيداغوجية وهي كما نقول بالفرنسية البرينسيب بيداغوجي، دونك المبادئ البيداغوجية في جميع النواحي، في جميع الاختصاصات، في جميع ما في جميع الرياضات. يعني نقولوا كيف يبدا اللاعب يدرب ولا الطفل يدرب، نبداو من المجهول الى المعلوم، نبداو من السهل الى الصعب. علاش نقول لك اذا كان الفريق تاعي انايا واحد ما لازمش يكذب على روحه، اذا كان عندي نشوف الفريق تاعي انايا من الناحيه التقنيه من الناحيه التكتيكيه مستواه محدود، وما نقدرش نقولهم بلي مستواه محدود، انا شخصيا مدرب عندي نظرة تاعي ونشوف بلي نقدر نعطيهم في بداية الأمر باش نحفزهم، نعطيهم أهداف مناسبة ولا تناسب المستوى التقني تاعهم، المستوى التكتيكي تاعهم، المستوى البسيكولوجي ما عندوش مستوى، بس يقدر يكون لاعب تقنيا ماهوش توب نقولوا توب ليفل، مي بسيكولوجيا يقدر هو اللي يتحكم في زمام المباراة، ولا في يقدر يحفز الأصدقاء تاعو، يقدر يقول لهم لازم نحاربوا، لازم نلعبوا، لازم ولا عندنا نشرفوا العالم ولا نشرفوا الفريق. هذه دونك انا نعطيك من ناحيه ولا نقول احنا من ناحيه نظري ولا ما باليش كيفاش نقولها، لازم يكون عندك هي كيما نقولوا لازم على حساب المستوى تاعهم. تعطيهم مثال انا الفريق تاعي يلعب مستوى واحد، وباش لازم يطلع يلعب في المستوى ثلاثة، لازم يكون عندي لاعبين ملاح في الهجوم، لازم يكون عندي معد مليح، ولا نشوف الواحد اللي عندي معد تاعي مازال وعاد في مرحله تطور، ما نقدرش نقولوا بلي يا جماعه ولا يا فريق لازم نلعب مجان طلعوا مستوى اثنين. نعطيهم كهدف، هدف الاول وهو هدف تقني، هدف تطوري، نقول لهم العام ولا هذه المره رانا باسكو انا كتبها شوف باش فيتو كان كتبوها في الباور بوينت. الطفل اذا كان عندك اطفال ولا العام الله من الفريق تاعك اذا كانوا اطفال يتعلموا باللعب في مرحله العمر ما بين 10 الى 14 سنه ولا 12 سنه حتى 14 سنه يتعلموا هنا الكره الطائره 6 كره 6 ضد 6 هنا، ونقدروا يتعلموا التقنيات ولا التقنيات المعروفه في الكره الطائره مع القواعد تاعها هنا، ونقدر انا نقول لهم بلي الاهداف تتغير. كنا في اهداف رابعه هذا العام نلعبوا 6 كره 6 اهداف، دروك الاهداف تغيرت دونك هي كما نقولوا حنايا على حسب المستوى تاعهم، ومن بعد نشوف باللي اللاعبين من الناحيه التقنيه راهم يتطوروا
تقدر انت دير تشوفه سواء بالعين المجرده سواء تشوفه من ناحيه المباريات تربح المباريات ولا نتائج المباريات تقدر انت تبدا تطمع ماشي تطمع تبدا تقول والاهداف تتكبر نقدر نزيد نعطيهم الاهداف اكثر ولا شوف بلي الاهداف ما راهيش بالنسبه نقدر نهبط شويه في الاهداف باش من ناحيه البسيكولوجيه نحفزهم باش يحققوا الاهداف تاعهم ونطلع هي كيما قلنا ان با اون اريير نرجع ب ب ب بخطوه للوراء لكي اقفز ابعد هذه دونك يا استاذ منير استاذ منير هو اللي طرح الاستاذ السؤال مشكور مشكور والله العظيم راني كنقول لك هي على حسب المستوى والله العظيم ما نقدرش نعطيك باسكو سيرتو في التحفيز وفي الناحيه البسيكولوجيه راني قلت لك الناحيه البسيكولوجيه شيء نقدر نتكلم عليه ايام وايام لازم يكون اهل الاختصاص معنا باش يقدروا يعطونا اكثر واكثر الحلول والله اخي بارك الله بالتاكيد بالتاكيد طب سؤال في بلال حامد دكتور يعطيك العافيه هسه بدي اسال دكتور بخصوص مثلا انا عندي لاعب تمام حالته النفسيه بتضل صعبه وعصبي وهو يعني هو لاعب مثلا عندي ايد اليمين في الفريق بكون وكل مباراه بيعمل مشكله او بعصب على السريع فشو يعني شو الطريقه اللي احنا نتعامل مع اللاعب هو واضح كابتن سمير واضح السؤال دوك لاعب تقنيا مليح وهو متعصب ايوه عصبي صحيح طبعا يعني انا اذا بدي اطلع برا راح يكون عندي في مشكلات قصدي راح يكون مشكله بالفريق او يصير خلل والله العظيم يا اخي كنا قبل انا قلتها في البدايه قبل ما نكون مدربين نحن مربيين والله العظيم ما يبانيش انا لا اعلم العمر هذا اللاعب اللي عندك انت تقدر تعطيني عمره باش نعطيك مثال ابخي ولا من بعد استاذ بلال عمر يلعب في الاكابر ولا يلعب في الاشبال بلال عمر اللاعب عمر اللاعب يعني فوق رجال مش اشبال كبار في الاكابر والله العظيم يا اخو نعطيك حاجه احنا عندنا في الجزائر في الجزائر يقولوها هذا مثل شعبي نقولها لك بالجزائريه ان شاء الله تفهموا حنا يقول لك السوسه اللي تكون في الصندوق لازم نرموها فهمتنيش تشتري صندوق طماطم وفيه كما نقولوا حبه طماطم فيها سوسه لو كان ما ترميهاش حبه خضره نحيها بارك الله فيك اخ نجم لو كنت تنحيش هذيك الحبات الطماطم هذيك ما تنحيهاش من الصندوق الصندوق يسد هذه لا محاله منها كاينه طريقه اخرى كاينه طريقه دوك نقول حنايا دوك التواصل لاعب مثل هذا لازم تعطيه كما نقولوا حنايا لازم تعطيه مسؤوليه اذا كان متعصب كيما هكا معناتها الشخصيه تاعو اذا كان بس يقدر يكون متعصب يكون عنده شخصيه قويه الا كان عنده شخصيه قويه ويكون عنده ثقل ولا يكون عنده انيفي كيقولوا حنايا انيفي يا ربي كيفاش يقولوها بالفرنسيه بالعربيه يكون عنده تاثير بارك الله فيك اغنيش تاثير تاثير بارك الله فيك يكون عنده تاثير في مجموعه المشكله هنا التاثير يقدر يكون باسكو اذا كان متعصب التاثير يقدر يكون هذه كما نقولوا يكون سلبي لا يقدر يكون سلبي وتقدر انت كمدرب تفقد الثقه تاع اللاعب تاعك المدرب كما نقولوا حنايا هو الباترون كما نقولوا هنا هو الشيف في الفريق انا من 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 انا كما نقولوا شخصيا صرات لي عشت هاد اللحظه كما نقولوا هنا مي كما نقولوا انا عشتها مي كما نقولوا ما رحتش حتى كما نقولوا هنا حتى الاخر في هاد الكونفليكت كما نقولوا باسكو كانت
كيف نقول احنا كاين الكثير من الاشياء اللي هي اكسترا 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 سبورتيف اللي ما نقدروش نتكلموا عليها. مي الى انت كمدرب على بالك باللي الفريق تاعك هذا تقنيا مليح ومي يكون عنده تاثير سلبي من الاحسن ليك تعطيه مسؤوليه وديروا كما نقولوا حنايا ان ان ريون هو اجتماع اجتماع مع اللاعبين تحطوه كما نقولوا يتكلم معاه امام اللاعبين امام زملائه باش يشوف ولا يشوف العقليه تاعو كيفاش هو يشوف باللي اللاعبه اللي هما رفقائه في الملعب ورفقائه في الحصه التدريبيه ما يكونوش ما راهمش على يقولوا باللي ما راهش على حق الاستاذ المدرب ولا راه على حق. والثاني وكان حاجه اخرى كان يوجد كثير من المدربين اللي يقوموا بتصوير لاعبين متعصبين يقوموا دونك بتسجيلهم فيديو ومن بعد يقولوا له شوف كيفاش انت متعصب في الحصه التدريبيه ولا في الماتش. دونك بالك هو هذا الرياضي يقول عمري ما شفت روحي كيفاش انا متعصب يفيق مع روحه في نقول حنايا يقول وي صح تدريب انا مانيش كيما هكذا ولا يا اخي لا ما فهمش يا اخي الفراق ولا كاين كثير من الحالات كيما نقول حنايا السانكسيوني كيما نقول حنايا السانكسيوني العقوبات تقدر تكون عقوبات ماديه تقدر تكون عقوبات ولا دونك مش مدعو للمباراه الجايه. كاين كثير من شخصيا الى طول شفتوا بلي عمره تبدل هذا الانسان الا يبقى في ماركا يعني من الاحسن الا ما كانش نقول حنايا مخرج مع هذا اللاعب من الاحسن تنحيته من الفرق. شيء مهم وبلكن كثير من المدربين مش عطوني الشر رأي إني أنا واحد من الناس نقدر نتفارق مع اللاعب إذا ما يتبعش بس كنا تنساش بلي الفريق اللاعب اللي يكون متعصب يقدر والعلم لله يقدر ما يحتاروش المدرب تاعه وهذا من باب التغطية مش مقبول. ولا يا سؤال ثاني كابتن ندجي محمد علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى. ناجي محمد علي من الجزائر، تحية لك كوتش سمير والأخوة والأستاذ رافي وراني عصفور وكامل أشقائي وأخوتي الفلسطينيين. سؤال عموما في الكرة الطائرة، ما هي الفوارق يا كوتش التي ترونها ضرورية لتدارك الفارق أو التي تؤدي بالكرة الطائرة العربية عموما للوصول للعالمية سواء مستوى القريب أو المتوسط أو البعيد؟ أستاذ ولا سأكون ما سمعتك الفوارق التي ترونها ضرورية للوصول لإيصال سفينة الكرة الطائرة العربية للعالمية سواء المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد. ميكروفون صوت صافي حاليا؟ صوت واضح؟ صوت واضح. قلت لي ما هي الفوارق؟ الفوارق التي ترونها ضرورية لوصول سفينة كرة الطائرة العربية إلى العالمية سواء المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، على المدى المتوسط أو القريب أو البعيد. نعم. يا أخي هي كما أقول هي كان ميكروفون. وصل السؤال وليد بس يكتمل الصوت عنده لانه منه
وليد احمد. وليد احمد. وليد اعمل ميوت. خليها مع المستشار والسكن، ما عايش من المنزل تتكلم. وليد. جاوب الاخ ناجي. اخ ناجي سؤالك والله العظيم غير سؤال واسع وشامل. هي 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 قوة سياسية، هي على كما نقولوا كاين بالك كما نقولوا الاصدقاء والزملاء تاعي اليوم حاضرين معنا يقدروا يجاوبوك. انا من رايي كجزائري عشت كبرت عزت وعشت في الجزائر ورحت فرنسا في 2009، نقدر نقارن السياسة تاع كرة الطائرة في البلدين ونشوف بلي في اوروبا دونك في فرنسا بصفة خاصة وبالك في اوروبا كاين سياسة في الاتحاديات اللي يمدوا الأهمية للمراحل ولا نقول حنايا للمراحل الصغرى. كاين كيما نقولوا اخ جزائري نجي، اخ جزائري نهضر بالدرجة الثانية ان شاء الله يفهموني الاخوة. دونك في اوروبا باش نجاوبك على السؤال تاعك نعطيك في اوروبا وتقدر تقارن مع البلدان العربية. في اوروبا عندهم كما قلت لك انا في السياسة السياسات الاتحادية السياسات الاتحادية يعطون أهمية للفئة الصغرى. على انا قلت لك كيفاش نبداو الكره الطائره في 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 في, في, في الاعمار الصغرى. نقوموا ب بال نقولوا حنايا ب ندخلوا في الـ في الـ في الـ في المدارس، نروحوا في المدارس نديوهم كرة الطائرة، دونك الأطفال يتعلموا كرة الطائرة من الصغر، من الصغر المدربين عندهم كما نقولوا في كل البلديات، في كل البلديات البلاد كاين مدربين يروحوا للمدارس ويقوموا بكرة الطائرة للأطفال اللي ما يعرفوش كرة طائرة، دونك يكتشفوا كرة طائرة، يروحوا بعدا يروحوا للأندية، الأندية يعطوهم الإمكانيات المادية، الإمكانيات المادية وهي دونك معروفة. هذا الكلام هذا الناس يتكلم عليه ويعاودوا فيه، مي أنا حاجة اللي نقدر نديرها في هذا الكلام وهي كيفاش تاني يقوموا بتحضير، ماشي بتحضير كما نقولوا هي البروجرام les programmes de compétition qui nous pour nous c'est les كلمه تحدوح انا كان معايا تشكوني دي خويا المنافسه كومبيتيسيون هي المنافسه منافسه هي من الصغر يعني كي نقولوا حنايا تلعب منافسات في المنطقه تاعك، تلعب منافسات في منافسات الوطنيه، عندك الكؤوس تاع المنافسه. دونك الاطفال من صغر عندهم هذه العقليه، هذه العقليه تاع المنافسه، يكبروا عندهم كيكبروا في العمر 14 سنه كاين كيما نقولوا حنايا كاين لي بول دو فورماسيون. هاد لي بول كيما نقولوا حنايا هما اقطاب في كل جهه ولا في كل منطقه كاين قطب لي يختاروا فيه اللاعبين كره الطائره اللي يكونوا هما كيما نقولوا حنايا البارعين، يروحوا في هذاك القطب كما نقولوا يدرسوا تمك، يناموا تمك، ياكلوا تمك، يتعلموا كره الطائره تمك. وهاد اللاعبين من بعد 5 سنوات 6 سنوات تلقاهم في منتخبات بلادهم. معناتها هاد الاطفال ولا هاد الرياضيين الى احنا عندنا في البلدان العربيه الى كن نديروا حسابيا الى اللاعب يدرب بمعدل 90 180 دقيقة في الأسبوع، معناتها حصتين تاع 90 دقيقة، إذا نديرو 180 دقيقة في أسبوع، معناتها نضربو في 35 أسبوع في العام، السنة للسنة الدراسية ولا 36، نخليك دير حساب وحدك، معناتها الولد ولا هذا اللاعب يدرب بدلا العلم لله، نقولو 180 في 35.
يقولوا يدرب قالي 3000 ساعه دير في راسك بلي ولا دير يا اخي في في علمك بلي في اوروبا يدربوا بالك 4 مرات اكثر. هذا هو الفرق. الفرق راهو في 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 في, في التدريب، راهو في الميدان. باسكو كي نقولوا حنايا اول حاجه لازم يكون اراده سياسيه، لازم يديروا الثقه في المدربين. المدربين والله العظيم في انا نتكلم على بلادي في الجزائر، والله العظيم كاين كفاءات، كفاءات كاين، كاين مدربين ما شاء الله اللي قراوا معايا اللي قراوا مقبل الناس اللي راهم كاين، كاين كفاءات راهم في في, في 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 الجزائر والله كفاءات كبرى. لما كي ما تكونش عندك كي ما تكونش عندك الامكانيات كون ما تقدرش تدرب نتايا اللاعب تاعك 5000 ساعه ولا مش ولا 10000 ساعه نعلموا لله 10000 ساعه 10 دقائق في العام ما تقدرش تلحق المستوى ولا لحق الدول المتقدمه. ما نتكلمش على اوروبا، امريكا وامريكا في في اليابان في في, في اسيا في في, 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 في الصين متطورين علينا اكثر واكثر في هذه الناحيه، الناحيه الحجم الساعي في التدريب. ولا يا اخي دونك انا مدى بينا ان شاء الله ان شاء الله في الجزائر، انا في الجزائر نعرف بلي كاين عندنا ثانويه من الابطال نقولوا حنايا من ثانويه واحده في الجزائر، معناتها في الجزائر العاصمه عندنا حنا كما نقولوا دراريا اللاعبين اللي يكونوا ملاح في كره الطائره يروحوا لدراريا يدربوا تماك. مي يا اخي اذا كان عندنا غير 12 لاعب في السنه اللي يقدر يدرب تماك في اوروبا، نعطيك مثال في فرنسا كاين بالك 5 ولا 6 تاع الاقطاب في كل قطب كاين 20 لاعب. دونك نعطيك خليك دير مقارنه بين 6 في 20 عندك 120 لاعب بمستوى عالي في كل سنه. يا اخي نجم خليك واحد دير الحساب وتشوف الفرق. سؤال اخير كابتن اللي هو محمد سمحه، الاستاذ محمد سمحه الجيوسي. محمد سمحه يعني حكم دولي في كره القدم. استاذ محمد السلام عليكم، يعطيكم العافيه. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم الف عافيه، يعني محاضره رائعه، بارك الله في جهودكم. عندي سؤال ان شاء الله انه بسيط. في التدريب الفئة السنية تحت 15 سنة، يعني تدريبهم على الإرسال، أهتم أكثر في التدريب على التركيز ولا الاتزان ولا الدقة في هذه المرحلة؟ قطع ما سمعش. في الإرسال في التدريب الإرسال نعم للفئة السنية تحت 15 سنة أهتم نعم. أكثر في التدريب على التركيز ولا الاتزان ولا الدقة؟ التركيز اتزان او الدقه والدقه او اتزان تركيز والدقه هذه هي صح الاخ محمد التركيز او الدقه او الاتزان والدقه نعم الاتزان معناتها الاتزان في الجسم في 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 لحظه في لحظه الارسال هذه من الناحيه التقنيه الاخ محمد يعني بس الاتزان ما فهمش الاتزان مصطلح الاتزان ما فهمتوش محمد سامع اخ محمد سامع سامع الاتزان في اداء الارسال في التعليم عليه في التدريب مقصود هو بيسال فيك مقصود انت شو تقصد في الاتزان الاتزان اثناء اداء اللاعب لمهاره الارسال التوازن من ناحيه توازنه وثباته نعم البالانس نعم في 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 لحظه في لحظه الارسال الى الى تسمح الاخ محمد نرجع شويه في في الدوره في في نقولوا حنايا في الاناليتيك دونك تحليل تقنيه الارسال الى نتكلموا على دونك سن 15 سنه في هذه الحاله اللاعبين يلعبوا كره الطائره العاديه دونك 6 6 ضد 6 ويلعبوا دونك الارسال التنس الارسال دونك فوق ضرب الكره فوق الراس وهذا في هذه اللحظه دونك لما نقوم بتحليل التقنيه من البدايه الى الاخر
باش يكون عندك اتزان ولا توازن في 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 التقنيه القوه باش تخلد القوه ولا التركيز. تركيز اسمح لي دونك القوه دونك القوه في 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 في, في الارسال تبدا من الكعب من كعب الرجل يا اخ محمد. انا قصدت الدقه الدقه وبس الاتزان تكلمت عن الاتزان وهي التوازن في 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 لازم نفهم الاتزان. انا الاتزان واش مقصود عنده الاتزان الجسم في وقت في 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 مرحله الضرب في مرحله الارسال. نعم نعم في مرحله في غلط في في مرحله الارسال القوه قوه الجسم تبدا من الكعب معناتها في 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 مرحله الضرب المرفق يكون يكون في الاعلى وفي في الاخر ولما ترمي الكره وتضربها تضرب الكره القوه اللاعب يقوم برفع الكعب على من الارض وباش بكاين القوه تجوز نقول حنايا على جاء كامل الجسم تجوز من الـ من الـ نقول حنايا الباسا الحوض حوض ومن بعد تفوت على الـ على الـ على الليبول الذراع وتروح لليد. في هذه اللحظه باش تخدم التوازن والاتزان الاتزان في الارسال تقوم تقوم بكما نقولوا حنايا ب ب ب ب وهنايا ب تقاطع ولا كما نقولوا حنايا تخدم تخدم تقوم تقوم بالعمل كما نقولوا المرافق ما قلناها قلت في البدايه لي مومبر سوبيريور كريم الاعضاء العلويه تقوم تقوم بالعمل كل اعضاء العليا معناتها تقول تقول تخطر اللاعب يلعب يكون جالس يجلس وتقول له العب العب سيرفيس ولا الارسال التنس وانت وانت جالس معناتها ما يكونش عنده اشكال مع مع الاعضاء السفليه. ماذا تقدر تقول له تقدر دير السيرفيس ولا الارسال التنس وانت على الجنو على كيما نقولوا حنا الجنو كيفاش نقولوا كيما نقولوا حنا في في وضعيه الصلاه في وضعيه الصلاه يقدر يكون هكا ويكون يكون على على الركبه الركبه تاعو يقدر يقوم بعمليه. انا تسهل عليه تسهل عليه كثير باش ما يكونش عنده ما يكونش عنده اشكال تاع اتزان ولا توازن في لحظه في لحظه الارسال. ومن بعد بالعقل يكون بشوي بشوي يقدر 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 يكون في في حاله وقوف ويتعلم السيرفيس ولا الارسال تاعو مع الحائط ولا يقدر يدور كره 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 تنس كره هوائيه. نقول نقول الاهميه الاكثر للحركه التقنيه بحد ذاتها بدون 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 تكلم عن الكره باش نقول هذه الكره هي هي نقول حنايا جسم خارجي اللي يقدر يجعل اللاعب في في وضعيه مش تاع التوازن ولا تاع الاتزان. الدقه الدقه كاين الكثير 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 من التمارين وهما معروفين تقدر تلقاهم في في الانترنت ولا تقدر لا 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 تحب يا اخي نعطيك المال نبعث لك التمارين هما تاع الدقه وين تقدر تقوم بوضع الكثير من من الاهداف في 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 الملعب الخصم وتطلب من اللاعب يقوم يقوم بارسال الكره في في الاهداف. ولكن اي لكل هدف وعنده القيمه تاعو تقدر تقول له المركز رقم المركز رقم واحد المركز رقم واحد هو مركز وين يكون كما نقولوا حنايا وين يكون الاستقبال تاعو صعيب. علاش يكون الاستقبال تاعو صعيب؟ لان الاستقبال يكون يجي وراء ظهر الموزع. واش معناتها؟ معناتها لما تكون انت اللاعب تاعك لو كان لو زعما تعمل ارسال والارسال يسقط في في المنطقة رقم واحد عندك ثلاث نقاط. لما الإرسال يسقط في المنطقة رقم خمسة اللي هي منطقة سهلة ولا منطقة رقم ستة اللي هي هي سهلة نوعا ما
عندك 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 نقطه واحده، لو الارسال تاعك يسقط في المنطقه رقم 2 اللي هي منطقه صعبه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في نقول هنايا في في الاستقبال، لانها تكون هي منطقه نقول هنايا منطقه زون دو كونفلي، منطقه كما نقول هنايا وين يكون فيها الموزع يكون عنده صعوبات ويقدر يلعب ما بعد ما بعد الاستقبال. هنا نقولوا عندك عندك خمس نقاط. دونك هنايا اسمح لي اللاعب تاعك يكون عنده دونك دقه اللي تعلم، يقول انا يا لكي اسجل الكثير من النقاط لازم نسجل في المنطقه رقم 1 في المنطقه رقم 2، دونك بالتكرار 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 تولي عنده دقه. مفهوم يا اخي؟ ان شاء الله يكون جاوبتك. والاخر والاخر اخر نقطه وتكلم هي على نقطه التركيز. التركيز عنده عنده خاصيه تاعو. التركيز ليش عنده خاصيه تاعو؟ هي على حسب نفسيه اللاعب. يقدر يكون لاعب خاص يكون يخاف مثلا نلعب نلعب الشوط الخامس 14 نقطه لكل فريق، واللاعب تاعي عنده الارسال باش يكون مركز باش يكون مركز مليح ماشي معناتها في وقت التدريب لازم نخليه يعيش هذه اللحظه. واش معناتها؟ معناتها في وقت التدريب نقدر نخلق نخلق جو تاع 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 كما نقولوا حنايا تاع قلق ستريس، وين نقدر نقول للاعب تاعي راه عندك عند رحت رحت قوم بالارسال، ولو كان ضيع الارسال تاعك تقوم بحركات عشان دونك بوش اب، ولا تقدر تقول دير كرانش، ولا يقدر يدير ولا يقدر يقوم بجري ولا حمل صديق ولا تخليه كيما نقولوا حنايا يعيش هذيك اللحظه لحظه شنو نقول الضغط، ويقول لازم نركز لازم الارسال تاعي يكون في كيما نقولوا حنايا نقولوا يكون في في يكون مليح ويكون يكون نقولوا في يكون قوي. وكان العديد من 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 الامثله في في حصه التدريب. وما ننساوش شي دونك البحث البسيكولوجي، هذا البسيكولوجي هو والله شيء اهم اهم مهم كثير كثير كثير، وخاصه في ولا في في الارسال في الارسال، ونقدروا نقول اللاعبين يكونوا اقوياء عندهم ارسال قوي يكونوا مليح من في مين يكون في ارسال ويشوف باللي كما نقولوا حنا موني تايم رانا في رانا في رانا في 20 ولا 5 ولا 23 نقطه كتبوا 20 نقطة لكل فريق، ولازم له هو يدير الارسال تاعو يبدا يخاف. لازم هنايا كما نقولوا لازم يكون هذا اللاعب يكون عاش هذه اللحظة هذه، يكون عاشها في التدريب. وما تنساش يا أخي باللي كما نقولوا حنايا بالفرنسي نقولوا ان اونترينمون ديفيسيل سي اون غير فاسيل. واش معناتها؟ معناتها تدريب تدريب شديد من بعده يكون حرب سهلة. اسكو لما يكون هذا اللاعب يدرب في 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 حالات تاع قلق، وكان هذاك من القلق الايجابيه ما نكلموش على القلق السلبي، والمدرب يخليه يعيش القلق بسيكولوجي لازم دير هكذا باش تربح هذا البوا باش تربح هذه النقطه باش تخليه هذيك يعيش هذيك المرحله. والله العظيم يوم المقابله والله سيتم يقول لك لقد عشت هذه المرحله عشتها، يكون عنده تركيز اكبر يا اخي. نقول ان شاء الله جاوبتك من الناحيه التقنيه، ولا بغيت حبيت نجاوبك من الناحيه التقنيه باش ما نخرجش على الموضوع. دونك التوازن والدقه والتركيز. بارك الله فيك، شكرا لكم. بارك الله فيك اخ محمد. كابتن احنا بهيف منهي حلقتنا اليوم، بحب اقدم لك الشكر نيابه عن طلاب جامعه ميرزيل جامعة ميرزيت جميع مكونات وزارة الجامعة وأهل فلسطين جميعا، بشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا إياها وعلى الجهد اللي قدمت لنا اليوم، وبشكر جميع الناس اللي كانوا موجودين معنا من داخل جامعة ميرزيت ومن خارج جامعة ميرزيت ومن وطننا الثاني الجزائر ومن العراق ومن مصر ومن الأردن وباقي الدول العربية اللي كانوا موجودين معنا. طبعا بشكر طالبتنا المميزة اللي ساعدتنا في الترجمة اليوم سجى، شرفتنا وبذلت جهد معنا عالي ثانيه مشان توصلنا المعلومه. كلمه اخيره كابتن سمير، شو بتحب تقول
بدي كلمة ننهي يعني. قلت سمير. نعم يا كابتن راشد. والله يا أخي الكلمة الأخيرة اللي بقول لكم سامحوا لي إلى على بالي بلي كما نقولوا احنا باللغة باللهجة الجزائرية إن شاء الله ما نكونش ثقيل عليكم. لا لا إن شاء الله والله العظيم بس كما نقول لك اللغة العربية نتكلموها كان واحد المصطلحات اللي شوية أنا حصلت معهم وصار لي هذاك الستريس كما نقول هنايا والله العظيم هذا الشرف لي كبير 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 أن نكون مع إخوتي الفلسطينيين وأني قلتها ونعاودها والله العظيم وكنا نعيش في المريخ فلسطين في القلب والله العظيم وإن شاء الله في والله إن شاء الله في إن شاء الله في 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 مقابلات أخرى إن شاء الله كما 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 قلت كما راني قلت الأخ راني قلت له باللي الإعداد المهاري في الكرة الطائرة والله هي هو كما نقولوا هنا موضوع واسع 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 كنا نبداو نتكلموا ما ما ما, ما نخلص من الـ من الـ من الغداء ولا الاسبوع الجاي والله سجا بلغ الاسلام لكل اهل فلسطين سجا يعطيك العافيه دكتور يعطيك العافيه كابتن بتمنى اكون قمت بواجبي وبزياده يعني والله العظيم بارك الله الله يسلمك يا رب الله يسعدك نلتقي في محاضرات اخرى ان شاء الله شكرا شكرا ان شاء الله والله العظيم بكل شرف والله العظيم الله يسعدك يا رب شكرا لمرورك بارك الله فيك السلام عليكم شكرا والسلام السلام ورحمة الله